من قلب التقنية نبث الإبداع. بودكاست طريقك إلى عالم التطور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم علينا وعليكم جميعا، وتقبل الله منا. أهلا بيكم جميعا في الحلقة الأولى من بودكاست الموسم الثاني. معكم زياد السيد، ليدر أوف سايبر سيكيورتي أت كات ريلود، وبدرس حاليا في هندسة الاتصالات جامعة المنصورة، مهتم بشكل أكبر بالأوفنسيف سيكيورتي تحديد الريد تيمينج. ممكن عشان كده من أكثر الناس اللي انترستد بتوبيك النهاردة، لكن المميز ان الموضوع حلقتنا النهارده مش بس الاشخاص المتخصصه في السايبر سيكيورتي سواء اوفنسيف او ديفنسيف، لكن هو مناسب لاي حد مهتم بالسيكيورتي عموما، لانه بيأثر بشكل مباشر على كل واحد فينا سواء في التيك اندستري او بره، في السياسه بقى او في الاقتصاد او في الحرب. عشان كده بدا يلفت انتباه ناس كتيره، وحكومات اكتر بدات تهتم بالجزء ده. حروب السابعه كان دايما الدوله اللي عندها معلومات اكتر عن التانية كان بيكون ليها السبب وخطوه للانتصار في الحرب، لكن المعلومات دي كان ممكن يروح ضحياتها أرواح كتير بسبب وجودهم بشكل فعلي في صفوف العدو. لكن مع الوقت وانتشار الإنترنت بشكل كبير، بدأت حرب جديدة واللي كان بيسموها فعليا المودرن وور. في الحروب دي ما كانتش القوة بعدد الجيش أو إمكانياته العسكرية، لكن بالمعلومات اللي يقدر يجمعها عن الهدف بتاعه. الجدير بالذكر إن يعتبر أول سايبر وورفير كان على مفاعل نووي في إيران، كان عن طريق مالور قدر يعطل المفاعل النووي ده سنين كافية ان هي تجبر ايران تقعد مع امريكا وتوافق على شروطها في الاتفاق النووي. وبالشكل ده عن طريق اي سايبر اتاك تقدر دوله تتحكم في دوله تانية او تاثر على الانفراستراكشر بتاعها. وده موضوع حلقتنا النهارده عن الاي بي تي جروبس عن سايبر وورفير. اللي متابع الموضوع ده من الكوميونتي عندنا، الكوميونتي السكيورتي، اكيد عارف ضيف حلقتنا النهارده. ضيف حلقتنا النهارده هو الباشمهندس محمد جمال، اشتغل كسايبر سكيورتي سينيور كونسلتنت في اكتر من شركه وك ستريت انتليجنس ريسيرش. أهلا بيك يا باشمهندس، منور. أهلا بيك، ربنا يخليك. في الأول كده نحب إنك تعرفنا أكتر عن نفسك وطبيعة شغلك. بص يا سيدي، أنا شغال في المجال ده بقالي بتاع 8-9 سنين دلوقتي. اشتغلت فيه يمكن من أول ما اتخرج، وأنا أصلا خريج كمبيوتر ساينس أكاديمية الشروق في دفعة 2016. مش كبير قوي يعني. ف من البدايه بس كنت حابب الموضوع ده من زمان. وعايز اقول لك انا بدايتي كانت فضيحه، اللي انا كنت فاهم بقى اي حاجه. يعني انا كنت معتقد ان السكيورتي هي الهاكينج، ولكن السكيورتي كنت عارف بقى الفرق. يعني بلاك هات وهات وجري هات، يعني ايه اوفنسيف سكيورتي وديفنسيف سكيورتي، الكلام ده كله بالنسبه لي كان كلمه واحده اللي هو هاكينج. فاللو انا قعدت فتره مش عارف المسميات دي لحد وما كانش عندي، يعني عايز اقول لك انا لما بدات اقرا عن الفيلد ده ما كانش عندي اي تصور خالص ازاي الناس بتشتغلوا، يعني انتوا بتشتغلوا ازاي. انا كان زي ما قلت لك انا كان تصوري خالص ان هو فيلد الليجل اصلا، فتزبط بشغلوه. بس لما قريت ولما عرفت ان هو في ديبارتمنتس، في اوفنسيف والاوفنسيف جواه تراكات، في ديفنسيف والديفنسيف جواه تراكات، وفي شركات، قلت انا بعيد عن الموضوع ده. بس ايه، قريت اكتر لقيت ايه ده، لا ده في شركات في مصر، ومش بس شركات سيرفيس بروفايدرز، انا لقيت كل مكان في مصر بيحتاجه، وزارات، بنوك، هيئات حكوميه، شركات قطاع عام، قطاع خاص، المطارات عندك، المواني. طب ايه ده، طب الموضوع طلع كبير وطلع ليجل والناس بتشتغل. فما كنتش بقى عارف انا بقى من انهي ناس في دول. فبدات اقرا اكتر عن الموضوع، لقيت ان هو مثلا ايه، ان السايبر سيكيورتي مينلي كده من فوق خالص بيتقسم لثلاثه بيلرز او ثلاثه كاتيجوريز، منهم اتنين تكنيكال ومنهم واحد يعني نص تكنيكال نص مانجيريال شوية أو نظري شويتين. المجالات التكنيكال لقيتها اللي هي الأوفنسيف والديفنسيف، أو تسميها البليتينينج والريتينينج. والمجال اللي بيجمع ما بين شوية تكنيكاليتي وشوية مانجيريال أو شوية نظري، اللي هو مجال الجي آر سي والريجليشن والبوليسيز والحاجات دي. فقعدت فنطهم من المجالات الكبيرة الأول عشان نشوف إيه احنا هنفيد بقى في اني واحد. جيت اتكلم على الجي ار سي ما لقيتش نفسي هنا، لان الجي ار سي اكتر بيعتمد على الدوكيومنتيشن وبيعتمد على الانترفيوز مع الناس والكلام مع الناس، وان احنا نحط استراتيجيز وبوليسيز وكده.
فلقيت لا مش بتاعتي، انا راجل تكنيكال، او انا حابب ان انا اكتشفت ساعتها بقى ان انا تكنيكال او حابب التفاصيل التكنيكال اكتر. فطب يلا عندنا اتنين، عندنا بلو تيم وعندنا ريد تيم. بصيت على الديفنسيف سيكيورتي الاول، بما انها اللي انا لقيت القطاع الاكبر في شركات في مصر هي الشركات الديفنسيف سيكيورتي اياميها، يعني ايام لما كنت ببص، دلوقتي الموضوع اختلف شويه بس اياميها ما حبيتش الموضوع. يعني مش بقول ان المجال وحش، انا بتكلم على اختياراتي انا، ما حبيتش الموضوع، انا حسيت نفسي لا مش بتاعتي. فلما قرأت اكتر عن المجال الاوفنسيف، لا بص، ميزة مجال الأوفنسيف أو مجالات أو تركات الأوفنسيف إنها مبهرة جدا في البداية، وإن أنت تبص تخش تتوهم بقى، أنت خلاص أنت من بتقرأ عن الأوفنسيف النهاردة، من بكرة الصبح هتشتري الهودي الأسود، فأنت بتحس إن حياتك في خطر وأنت بتقرأ أصلا، أنت مش فاهم ليه. فمجال مبهر وعشان كده بيشد ناس كتيرة، بس أنا مكنتش عايز أبقى خفيف اللي هو إيه، أقرأ كلمتين أتوهم أضيع حياتي كلها للتراك ده. فقررت ان انا الاول هديله فرصه، ان انا مثلا ممكن انزل كورس او كورسين من شركات مختلفه مثلا بيتكلموا عن حاجات مختلفه، واجرب اشوف ايدي هتمشي في الموضوع ولا لا، خصوصا ان انا كان عندي الحمد لله بيزكس كويسه في الريكويرمنتس بتاعه التكنيكال، يعني ان كان داتابيز، ان كان شويه بروجرامنج، ان كان شويه نتورك، يعني شويه من كل حته تخليك اللي هو ايه فاهم على الاقل هما بيحكوا في ايه. فلما بدأت في الموضوع حسيت إن عايز أعرف أكتر، فأعرف أكتر فأعرف أكتر، لحد ما قررت إن أنا هشتغل في مجال الـ Offensive Security. طب إيه بقى؟ نشتغل إيه بقى؟ فلقيت إن أكبر قطاع في الـ Category دي هو قطاع الـ Penetration Testing، ودي أكتر حاجة أنا كنت حاببها. ليه؟ لأن الـ Penetration Testing هي مش شغلانة تقليدية، يعني أنت مش عندك جايد وبتمشي عليه، ما عندكش كتالوج مثلا وماشي عليه اعمل كذا ثم كذا ثم كذا، لا ده انت وشطارتك. تاني حاجة ان انت تقدر تبين تيست على اي حاجة في الدنيا، ما انتش مقيد بحاجة معينة، تقدر تعمل بين تيست على كلاود، على موبايل، على نتورك، على ويب، على بلوك تشين، على اي تي، على اي او تي. فالموضوع بالنسبة لك اي حاجة تتعلمها او اي حاجة هتحب ان انت تتعلمها هتقدر تخدم عليك في شغلك، مفيش معلومة عندنا ما بتخدمش عليها. طيب يا جماعة يلا نبتدي نشتغل. فبعد ما اتخرجت يعني 3 4 شهور كده، كنت عامل ستادي اوف، يعني بعد ما اتخرجت عملت ستادي اوف بتاع 3 شهور كده، اللي هو انا وقفت كل حاجة، ان انا هذاكر في 3 شهور دول، انا عندي 1 2 3 عايز اخلصه قبل ما ابص اقول الماركت بيقول ايه. فبس فربنا كرم ساعتها بأول شغلانة ليا، كانت شركة اسمها مايلكوم، اشتغلت از بنتيشن تيستر، وبعد كده قعدت فيها 2 سنين ورحت سيكيور نتوركس في السعودية، وقعدت فيها 4 سنين من سايبها وأنا التيم ليدر بتاع البنتست هناك. وبعد كده يعني دلوقتي بقى لي أولموست 2 سنين في علم في السعودية، دي شركة أمن المعلومات بتاعة وزارة الداخلية، هي مشتركة ما بين وزارة الداخلية وصندوق الاستثمار السعودي. احنا الكاستمرز عندنا او الناس اللي احنا بنخدم عليهم هي الحكومة وبس، يعني احنا مالناش دعوة بالقطاع الخاص مين دي يعني، او الديبارتمنت اللي انا فيه اكتر، بس هي علم كلها بتخدم على الوزارات اكتر، وزارات او الهيئات الحكومية او القطاعات الخاصة بالحكومة. بس انا في سكيور نتوركس كنت ديديكيتد للاوفنسيف سكيورتي، دلوقتي فعلا يعني مينلي اكتر في الثريت انتليجنس والبنتريشن تيستنج طبعا والسكيورتي انجينيرنج، يعني بقيت ان انا ايه بقى من ضمن الرولز والريسبونسبيلتيز بتاعتي اللي انا بانجيج دايركت مع الديفلوبمنت تيم، هاو تو رايت ا سكيور كود، هاو تو ميك ا سكيور بايب لاينز وكده. فبس فده الرسمي، اللي مش رسمي بقى او اللي هو ايه اللي كنت واخدها الاول as a side job هو موضوع threat intelligence. انت بعد فترة في مجال ال penetration testing، اصلا انت بتعمل pen test ليه؟ انت بتعمل pen test عشان ايه؟ تأمن نظام معين، عشان تكتشف ايه وظيفة ال pen tester، ان هو بيطلع ثغرات في نظام معين، الغرض منها ان هو يبلغها للناس المسؤولة عن النظام دي عشان يصلحوه قبل ما يجي حد غيره يستغل نفس الثغرات دي، بس عشان ايه يوصل
لحاجات تانية مش المفروض إن هو يوصل لها. فمع الوقت أنت بتلاقي نفسك اللي أنت اللي بتعمل أتاكس دي، تعمل أتاكس أتاكس فأتاكس فأتاكس. طب ما فمخك ممكن ينور كده أو يروح لناحية حتة، طب ما تيجي نشوف الناس اللي بتعمل أتاكس في الحقيقة بقى، اللي هم هاكينج جروبس بقى، الرانسام وير جانجز، الاي بي تي جروبس. وبعد كده ايه، يدخل بقى دور السينما في الموضوع بقى، تشوف بقى شوية افلام كده تبهرك. ف شوف بقى، يعني انا عايز اقول لك يوم ما فيلم سنودن ده نزل، يعني انا شفته بتاع 3 مرات، 3 مرات ورا بعض، يخلص عيد تاني يخلص عيد تاني. فخلاص بقى انت بتتسحر انك انا عايش الحياة دي. لو انت بتخلص الفيلم تحس ان في ناس بتراقبك اصلا. تشوف بقى شوية دوكيومنتريز زي سايبر وورفير، ده مسلسل زي وثائقي كده، اتعمل منه تي سيزون، كل سيزون مش فاكر كام حلقة بس هو تقريبا 8 9 حلقات، بيتكلم عن أتاكس حقيقية حصلت. عايز أقول لك أول حلقة في المسلسل كانت أسطورية، كانت عن أنونيموس، وكانوا في المسلسل عاملين انترفيو مع 2 أو 3 أشخاص من أنونيموس ذات نفسهم. وكان الموضوع بالنسبة لي يا نهار أزرق، إيه الحلاوة دي؟ فبدأ الموضوع بالنسبة لي ياخد انتباهي لحتة لا، أنت أنا عايز أركز في الموضوع ده أكتر. مش هنقعد طول الوقت نعمل تيست، إحنا عايزين نشوف الناس في الحقيقة بتتكلم عن إيه يعني. فبدأ الموضوع يحود شوية ناحية الاهتمام بالناشونال سيكيورتي، الأمن القومي. لأن الموضوع اسميتيشن تيستر، لما كنت بتبتدي اسميتيشن تيستر في البدايه، انت كان اهتمامك ايه؟ بتامن الابلكيشنز الخاصه بالشركات او حتى بالدوله، بس ستيل في الاخر انت عارف نظرتك ممكن ما تكونش شامله الموضوع كله. انت بتبقى اسميتيشن تيستنج ليميتد بالسكوب، يعني مفيش حد يدخلك مكان يقول لك انا عندي تيست اللي تلاقيه قدامك، انت ليميتد باي سكوب. فهو الموضوع هو مش بس مش مقتصر على البنتيشن تيستينج، او مش مقتصر على السكوب، ومش مقتصر على التكنولوجيا اصلا. انت الثريتس ممكن تحصل لك من خلال البيبل، الاسيت، التكنولوجي. فانت البنتيست انت ما بتعملش بنتيست على البني ادمين، بتعملش بنتيست على البروسيجرز، انت بتعمل بنتيست على التكنولوجي، او ده المتعارف عليه، او يعني دي الكومن اكتيفيتي. فبتلاقي نفسك لا، انا باصص للموضوع من منظور مش هقول ضيق بس يعني محدود شويه. فبعد كده بتبتدي تشوف ان لا، ده في اتاكس بتحصل. وبعد كده لما تقرا اكتر في الاتاكس، خصوصا بقى في الناشونال سيكيورتي اتاكس، تلاقي بقى ايه، دول كامله بتحارب دول من طريق سايبر اتاكس. ما احنا مش زمان ما علمناش ان ممكن الحرب تبقى من على الكمبيوتر، احنا عارفين الحرب ايه، أسلحة بقى ودبابات ورصاص وبنادم ومدافع، ناس بتموت وناس ناس مش عارف ايه. ما عرفناش ان انت ممكن تبقى قاعد من اوضه نومك وانت بتاتاك دوله تانية، بتاتاك بنك في مكان تاني يبعد عنك مثلا بتاع 12 ساعه طيران. فالموضوع كان بالنسبه لي مبهر بقى اكتر من الابهار اللي انا دخلت بيه اصلا في البنتيشن تيست. وبعد كده ايه، كنا بنيجي نستقي بقى في كل الحته، كل كلمه المشهوره اللي كلنا بنقولها، يا عم احنا فين من الكلام ده؟ الناس دي يعني الكلام ده بيحصل عند الاجانب بس يا عم. انت عمرك سمعت اي اشتراك حصل في مصر ولا في الدول العربيه؟ يعني الكلام ده بتاع الاجانب يا عم. بعد كده فجاه تلاقي الموضوع ايه، بريكسون كده حاول علينا، الناس بقت بتمسي علينا. فيحصل بدا يحصل انسيدنتس وبريتشز وليكس، تسريبات خاصة ببعض الدول العربية، يمكن خاصة حتى كمان بمصر يعني. فإيه ده؟ ده ما بقاش عند الأجانب بس، ده عندنا إحنا كمان. فأنت بتبتدي تشوف الموضوع بدأ يعني يتحول، بدل المكان مبهر في البداية بقى إن هو واجب عليك إن أنت لازم تكون في حد، في ناس في كل دولة لازم تكون عارفة الكلام ده كله، عشان ما تفاجئش نفسك اللي أنت فيه. يعني أنت عارف اللي هو الدنيا خربانة بره وانت قاعد هنا مش حاسس بحاجة. فالموضوع شد انتباهي اكتر، بس لحد ما قررت ان انا اتخصص فيه بقالي بتاع فيها 4 سنين، 4 سنين بشكل وظيفي يعني، مش 4 سنين يعني. قبل كده كنت بذاكر عادي الله ايه بالحب كده، لكن 4 سنين بشكل مهني. فاهم استاذ، هو يعتبر عموما الجانب الاوفنسيف ده
طبيب بقى اي حد فينا حرفيا، معظم اللي دخل اصلا كان بسبب الانبهار اللي بيجي في الاول. حقيقة طبعا مش حقيقة كله بيكمل، ومش كله بيخد الرحله اللي حضرتك خطها. طيب خلينا بس الاول كده نبدا، بيعني ايه يعني ايه اي بي تي جروب اصلا؟ مين هم الاي بي تي جروبس، وامتى بدا ظهورهم لاول مره؟ بص، APT هي اختصار ل Advanced Persistent Threat. Advanced Persistent Threat، بص، Advanced يعني معقد، Persistent يعني هيفضل موجود مش هيمشي، Threat يعني تهديد. فهو تهديد معقد هيفضل موجود عندك، صعب إن أنت تحله، صعب تتخلص منه. الفرق بينها وما بين الهاكينج جروب العادي، ما كان فيه هاكينج جروبس عادية، بس الـ APT بتكون ليها أجندة مايلة أكتر لناحية الـ State Sponsored Attacks أو الـ State Sponsored Campaigns، اللي أنت بتكون بتنفذ أجندة الدولة، سواء إن الدولة ذات نفسها هي اللي بتدعمك بشكل دايركت، أو إن أنت الدولة ما بتدعمكش بس أنت بتمثل الدولة بشكل ما، حتى لو غصبا عن الدولة ذات نفسها. يعني أنا وأنت دلوقتي لو قررنا نعمل APT، فإحنا محسوبين كـ APT مصري. هل مصر اللي دعمنا؟ لا، بس احنا قدام الناس احنا بننفذ اجنده خاصه بدوله مصر. على فكره احنا ممكن نبقى عبء على الدوله كمان، يعني في اي بي تي جروبس، عارف زي ما بيقول كده، ايه جايبه للدول بتاعتها الكلام. فبس كفرق ما بين اي بي تي جروب وهاكينج جروب هي الاجنده. فانت بتنفذ يا اما بوليتيكال جولز، حاجات خاصه بالسياسه، يا اما بتنفذ السيلف دريفن اجنده بتاعتك، اللي انت الاجنده اللي انت عاملها. الاي بي تي، مصطلح اي بي تي بدا يظهر في 2005 2006، اللي كان انشاه او اللي كان اول ناس اطلقت المصطلح ده هي القوات الجويه الامريكيه، بسبب اوبريشن يعني كانوا بيعملوها واستقوا في حته معينه، يعني بغض النظر عن التفاصيل. فهي ساعتها كان 2005 2006 على ما اتذكر بدأ يظهر مصطلح الـ APT. قبل كده ما كان الناس معروفة بفكرة الهاكينج جروب، أو بقت يعني كلها هاكرز. فأنت دلوقتي حتى الجروبس دلوقتي من كتر ما الوضع بقى معقد، بقى في جروبس لكل حاجة. بقى عندك هاكينج جروب اللي هم الهاكتيفيست، وبقى عندك هاكتيفيست دول بيبقوا عندهم غرض حسب كل أجندة، بس بتبقى قضية عموما. هاكتيفيست زي انونيمس، انونيمس مش محسوب على دولة معينة، بس هم هاكتيفيست. لما كل ما تحصل قضية في دولة ما، يقوم هم ايه طالعين وخاربين الدنيا. وعندك الاي بي تي زي ما قلت لك، بيبقوا دريفن بالستيت سبونسرد اتاكس. مثلا دلوقتي عندك رانسام وير جانجز، دول ما لهمش بقى في اي حاجة غير ان هم يدخلوا عندك يضربوا الرانسام وير، يسحبوا الداتا من عندك، وايه يبتزوك بقى، يا تدفع يا ننشر. وعندك مثلا الانفو ستيلر جروبس برضه، دول ما بيخشوش يزوك في أي حاجة، دول بيخشوا زي البشوات كده، يسحبوا الداتا اللي من عندك وبعد كده يبيعوها للناس، ولا هنبتزك ولا هنعمل منك أي حاجة، احنا هناخد الداتا اللي عندك وهنسيبها لك زي ما هي، ولا بقى هنمسح حاجة من عندك، ولا هنشفر لك حاجة، ولا هنأذيك، ولا هتعرف بوجودنا أصلا، هندخل نسحب الداتا وندخل نخرج نبيعها. فبقى في مسميات كتيرة قوي للجروبس، يعني ما الواحد دلوقتي ما بقاش يقدر يقول ان هي كلها بقت هاكرز. لا، طب ما هاكرز بقى بيعمل ايه؟ هاكرز اسمه ايه؟ هاكرز ده انفو ستيلر، رانسام وير، ولا اي بي تي، ولا ايه بالظبط؟ فعشان كده هو ده الفرق اللي ما بين الهاكينج جروبس والاي بي تي بالتحديد. يعني طيب تمام، هل أهدافهم كلها سياسية بس، ولا في ممكن تكون أهداف شخصية فيها؟ لا، مش زي ما قلت لك، البوليتيكال جولز هي بتبقى واحدة من ضمن الأجندة بتاعتهم، بس هو ممكن يكون political goals، financial goals، ممكن يكون في APTs بتعمل operations كاملة لمجرد بس الإعلان عن نفسهم. في APTs بتحط لنفسها agenda بغض النظر عن agenda الدولة إيه. في APTs كمان بتخصص نشاطها، يعني أنت مثلا ممكن تلاقي APT ما بيضربش أي حاجة غير شركات التليكوم وبس، حتى لو لقى أهداف ممكن يضربها تاني، مثلا شركة أويل أند جاز، هو ما بيضربش غير شركات التليكوم. مثلا في APTs خاصة بالفاينانشال سيكتور، ما بتضربش غير بنوك أو شركات فينتك، أو مثلا إيه شركات بورصة والكلام ده، ما لهمش دعوة بأي حاجة تانية. الدنيا خربانة في أي حتة تانية بره، هم ما لهمش دعوة.
فهي بتبقى على حسب الأجندة بتاعتهم، بس ما بتبقاش كلها أهداف سياسية. طيب على أساس الحافز ده، هو إيه الحاجة الأساسية اللي ممكن يخليهم يشتركوا في هجوم كبير أو إنهم يتجسسوا على دولة معينة؟ يا إما بتبقى أوامر جاية من الدولة ذات نفسها اللي هم اللي بتشرف على الـ APT دي. يعني عايز أقول لك مثلا في كام دولة من اللي هم بيستخدموا الـ APTs بتوعهم للأجراض للأجندات بتاعتهم، مثلا زي الصين عندها الـ APTs بتاعتها أخرها، يعني معظمها هتلاقي أخرها مثلا كلمة باندا، هتلاقي في الشاينيز اي بي تي مثلا هتلاقي ويت باندا، اليكوينت باندا، راديو باندا، تيست باندا، باور باندا. في روسيا هتلاقي مثلا اي بي تيز اساميها اخرها بيرز، الدببه يعني، الكوز بيرز، البولدر بيرز. هتلاقي في ايران مثلا، ايران عندها اربعه اي بي تيز، مش دول كل اللي عندها بس اشهر اربعه عندهم اويل ريج ومادي ووتر. اوريج ومادي ووتر دول مركزين بس مع الميدل ايست. عندهم شويه يعني ايه شعاوه كده مع الناس اللي بره تانية، بس هم ديديكيتد معانا. ولسه هقول لك في بقيه الكلام يعني بيعملوا ايه. وعندهم فوكس كيتن، وعندهم ايران عندها حاجه اسمها اي بي تي 33 اللي هم ليهم نيك نيم ماجناليوم او ساند ستورم. فكل واحده من دول هي بتستفيد انا عايز اقول لك مثلا الصين بتستفيد بالموضوع ده جامد يعني، بس لسه ايه يعني خلال السيشن هقول لك هتستفيد بيهم ازاي. فمثلا عندك الامارات عندها اي بي تي اسمه ستيلز فالكون، برضو كانت بتعمل منه اوبريشنز معينه يعني. كوريا الشماليه عندها لازاروس يعني ايه، لازاروس ما بيضربوش كتير بس بتبقى ضربتهم يعني ايه قضاء مستعجل. لازاروس هم اللي عملوا سوني هاك، واحد من اكبر الهاكس اللي حصلت في هو 20 سنة اللي فاتوا، ساعة لما سربوا السورس كود بتاع البلاي ستيشن 3، ساعة لما كان البلاي ستيشن 3 لسه نازل. وليهم برضه حاجات تانية كتير يعني، بس ده يمكن اشهر حاجة الناس عارفاها في لازاروس. كوريا الجنوبية عندها دارك هوتيل برضو، دول من الناس برضو اللي ما بتظهرش كتير بس اللي ايه لما بتظهر بتزعل. فعشان كده كل دولة بتسخر الـ APTs بتوعها عشان أكتر من سبب، في أسباب سياسية وفي أسباب تانية. طيب تمام، هل في اي بي تيز بتكون اهدافها مش شريرة دايما؟ عندك زي ما قلت لك انونيمس هو عباره عن هاكتيفيست، مش بتوع دوله معينه، ما بيدموش اجنده معينه، وفي نفس الوقت بيطلعوا بالتزامن مع قضايا معينه. يعني اقول لك مثلا من سنتين ثلاثه، انت فاكر الحركه بتاعت بلاك لايفز ماترز اللي هو ساعات في امريكا لما في ضابط قتل مواطن بشرته سودا، فالدنيا كلها بقى قامت مع داتشي، واللي على اساسها حصل بومنج قوي للافلام بتاعت بلاك بانثر، لان هي بقى انت كان اول مره في حياتنا نشوف سوبر هيرو بشرته سودا. فساعتها انونيمس ظهرت وخربت الدنيا يعني، عملت اتاكس كتير قوي على انظمه الشرطه في امريكا. انا عايز اقول لكم ساعتها كمان اخترقوا الراديو ويف بتاعت شرطة شيكاغو، الهوكي توكيز أو الأجهزة اللي كان بيجي عليها البلاجات كان بيتذاع عليها أغاني بلاك لايف ماترز يعني. في هاكتيفيست ما مش دايما بيبقوا أشرار. أنا عايز أقول لك أنونيموس برضو خربت الدنيا ساعة كذا مرة تقلب الدنيا عشان خاطر فلسطين، وبيخترقوا أهداف عند اللي ما يتسموش، هي الحلقة سنسور طبعا فمش هنشتم. فلا في ناس كتير بتعمل الكلام ده فور جود يعني. تمام، طيب هو يعني الشكل ده اللي هما بيعملوه أصلا يعني فور جود، مش هدف شرير، مش بينفذوا أجندة معينة. طيب هو كده غرضهم إن هما يظهروا نفسهم بس وإن هما يقدروا يعملوا حاجة زي كده، ولا ممكن يكون في هدف تاني؟
هو بيبقى الغرض درامي شوية، اللي هو ايه فكرة بقى، اللي هو ايه نصر العدالة ونصر المظلوم ومش عارف ايه. شفت فيلم فانديتا؟ هي انونيمس بتنفذ الاجندة بتاعت فيلم فانديتا، حتى واخدين نفس الماسك. هي دي كل الفكرة، ان هي بس انونيمس ما اقدرش اقول عليه اي بي تي، زي ما قلت لك انونيمس مش منسوبة لدولة معينة، بس انا بقول لك ان انت كهاكينج جروب عموما مش كل الناس بتبقى بتعمل كده لغرض سيء، بتبقى في ناس بتشتغل عشان قضية معينة، في ناس بتبقى قضية ثابتة، وفي ناس بتبقى قضية كل ما تطلع حاجة فايرال يعني. فمش دايما بتبقى الأهداف كلها سيئة، على الأقل بالنسبة لك أنت يعني. بالظبط، لان انت على حسب الدولة وعلى حسب وجود الـ APT في الدولة، هل بلوي الدراع ولا هل بالتدعيم يعني. عندك روسيا والصين وايران، كوريا الشمالية الجنوبية، كل الناس دي هي بتدعم الفرق بتاعتها، بتستثمر فيهم، بتنفست فيهم مبالغ ضخمة كأنهم وحدات من وحدات الجيش بتوعها. بلاش اللي ما يتسموش اللي جنبنا، عندهم واحدة في الجيش اسمها 8200، دي سايبر ارمي. فهي كل اختصاصها السايبر اتاكس او السايبر اسبيوناج، سواء انت هتعمل اتاك او هتتجسس. فالدول بتستثمر فلوس كتيرة جدا، زي مثلا ميزانية التسليح عندك في الجيش، هما بيبقى في بعضهم ميزانية ليهم للناس دي، فساعتها وجودهم هيبقى ليجل بالنسبة للدولة. مثلا الأفراد بقى مش هيستخبوا بقى، مش هيخافوا إن الحكومة تجري وراهم الكلام ده، بس في ناس وجودهم بيبقى الليجال للدولة، زي ما قلت لك في البداية إن أنت بتبقى بعيد للدولة الكلام أصلا يعني، أنت بتبقى هم عايزين يقبضوا عليك. فعشان كده الليجال وإيه الليجال على حسب أنت كدولة واقف فين يعني، إيه المنظور اللي بيبص يعني. الـ APTs دول على يمينك ولا على شمالك، من قدامك ولا من وراك، انت اللي بتسبورتهم ولا هم اللي بيسبورتوا نفسهم بنفسهم. وفي دول هي ما بتسبورتش الاي بي تيز بتاعتهم، بس هم عارفين ان هم موجودين، وزي ما بيقولوا كده ايه بيدوروا وشهم الناحية التانية، عشان ايه الموضوع جاي على هواهم، بيخدم عليهم يعني، او على الاقل مديلهم سمعة فيك اللي احنا دولة جامدة وعندنا اي بي تيز، رغم ان انت اصلا مالكش اي دخل في اللي هم بيعملوه، بس انت بتاخد الصيت على قفاهم وخلاص. فهي فكرة ليجل والليجل على حسب المنظور بتاعك. طيب تمام. زي ما احنا عرفنا دلوقتي ان في اي بي تيز اصلا اهدافها سياسيه بحته، وفي دول اصلا بتمول الاي بي تيز دي او ان هي بتدعمهم باي شكل من الاشكال. طيب في دول بتتربح ماديا اصلا من الاتاكس اللي بتعملها الاي بي تيز دي؟ اه طبعا طبعا، زي الصين. بس هقول لك ازاي اصلا الدول بتستفيد ماديا ومعنويا وسياسيا من الاي بي تيز. انت عندك حوالي بتاع 4 او 5 نقط ممكن الدولة تستفيد بيها بوجود اي بي تي عندها، او بوجود سايبر ارمي عموما يعني. البروبرتي سيفت، ان انت تسرق حاجة في دولة ثانية. دلوقتي احنا لو هنتكلم عن مثلا مصر، بلاش مصر عشان مجيبش نفسنا الكلام. الصين عرفت ان روسيا فيها لاب وصل لبحث خطير جدا في تطوير الجبنة الرومي اي حاجة، فاحنا عايزين نسرق البحث ده عشان نعمله قبلهم، او على الاقل نمنعهم ان هم يسبقونا فيه. ففكرة ده زمان، ان انت تدخل وتزرع جاسوس ويدخل بقى ويعمل يدخل الريسيرش ده بهيئة مزيفة، الكلام ده لسه موجود، بس ما بقاش هو البي 1 بالنسبة لنا. البي 2، شوف ان احنا ازاي ممكن نخترق الريسيرش لاب ده، شوف النتورك بتاعته، شوف ازاي ممكن نخترقه. دخلنا سرقنا الريسيرش اللي هم عملوه، فاحنا كده كدولة استفدنا من اختراق تم بدون ما نضرب رصاصة واحدة. تاني حاجة غير البروبرتي سيف، الماركت مانيبيليشن. انا دلوقتي عايز اعمل اختراق يخلي الموازين كلها تختلف، بمعنى زي مثلا ما حصل الاختراق بتاع روسيا في الانتخابات بتاعت هيلاري كلينتون وترامب، ساعة تسريبات بقى ايميلات هيلاري كلينتون وتزوير الانتخابات، وايه
يكسب ترامب على هيلاري كلينتون، رغم ان كل المصادر قالت ان لو الانترفيو ده ما كانش حصل او لو الهاك ده ما كانش حصل كان بنسبة كبيرة هيلاري كلينتون هي اللي هتكسب. فهو الاختراق تم على تو فيزز او بشكلين، تسريب ايميلات كتيرة جدا لهيلاري كلينتون كان فيها بلاوي يعني، كانوا بيقولوا ان هم قدروا يوصلوا لانظمه التصويت ذات نفسها ويلعبوا في الاصوات. انت مثلا داخل تفوت، دوست على صوره هيلاري كلينتون وبتدوس فوت، يقول لك ثانك يو مثلا فور فوتنج فور ترامب، اذا يا عم انا دوست على هيلاري كلينتون. ففي يعني الموضوع ده بالتفصيل محدش يعني تعرف بيتكلم عليه من بعيد قوي، يعني ديب تكنيكال ديتيلز محدش ذكر بالظبط ايه اللي حصل في الاوبريشن. هو بيقول لك الامباكت عموما اللي بره، بس ان ديتيلز تفاصيل الهاك نفسه مش كل المصادر اتكلمت عنها. تاني حاجه الايكونوميك سبيناج، او بمعنى ان انا اتجسس عليك بشكل اقتصادي. دلوقتي انا الوضع الاقتصادي بتاع اي بلد بتعرف منين؟ بتعرف من خلال التقارير والاستاتستكس اللي بتطلع من كل المنظمات الاقتصاديه في البلد، ان كانت بورصه وان كانت بنوك وان كانت شركات وان كانت وزاره الماليه. فأنا دلوقتي لو قدرت أسرع التقارير دي أنا عرفت الوضع الاقتصادي للبلد كله، وعرفت هما دلوقتي مثلا إيه الديون اللي عليهم قد إيه، واخدين ديون من مين، بيتعاملوا مع إيه الشركات اللي بره، تحويلات الفلوس اللي بتجيله، الحاجات دي كلها. فده بيبقى سهل اختراقه جدا لو أنت قدرت تخترق البنوك دي أو تخترق الشركات دي، وتشيز إن ده اللي بيحصل دلوقتي. ال disruption of competitors، بمعنى إن أنا دلوقتي ممكن أخترق شركة عشان هي بس منافس ليه. فأنت دلوقتي لو أنت شركة عندك مثلا أكبر اتنين فينتك في مصر مين؟ باي موب وفوري. فلو باي موب قررت أن فوري كومبيتيتور لي وباي موب كومبيتيتور لفوري، حد فيه مثلا قرر أنه يخترق التاني عشان ليه؟ عشان هو كومبيتيتور لي منافس. فهاكب سيستمز من عنده بقى، هاكب معلومات زيادة عنه كسبني عليه، هعمل دينال اوف سيرفيس للسيستمز بتاعت كلها هطفيها. ف بلاش هسرق معلومات من عنده تخليني مثلا يعني مثلا لستة الرواتب عنده، فاجيب الناس بتاعته. انا عارف مثلا ان زياد ده ولد فرود عندهم مثلا في ايه في الانفراستراكشر، فبياخد كام هناك؟ بياخد اكس. فانا كمنافس للشركه دي انا هجيب زياد وهعرض عليه 2 اكس. زياد هيجي لي اول حاجه هيقول لي اسرار الشركه اللي هو كان فيها، تاني حاجه انا حرمت الشركه اللي فيها من السكيلز اللي كانت عند زياد اللي هو مش عارف يعوضه. ف بتبقى بالاسباب دي او السايبر سابوتاج. السابوتاج بمعنى التخريب. انا ممكن دلوقتي اخترق سيستم عشان اخربه، انا مش عايز منه حاجه، مش عارف ولا هبتزك بقى ولا هاخد منك فلوس ولا اسحبه لنفسي ولا اي حاجه، انا هخربه. وده نفس اللي حصل في ستاكسنت، فهم اخترقوا المفاعل النووي وحدات الرفع واجهزه الطرد المركزي عشان بس يخربوها مؤقتا لحد ما يجبروا ايران انها تقعد على ترابيزه المفاوضات والبرنامج النووي يعني. فدي كلها مظاهر من الاشكال اللي ممكن اي دوله تستفيد بوجود اي بي كيز تحت ايديها. تمام. طيب ايه هو حجم الاقتصاد اللي بيأثر بيه على العالم؟ يعني ممكن يوقعوا دوله بشكل كامل اقتصاديا، او ممكن فعلا بيأثروا بشكل كبير او في الاقتصاد؟ طبعا يعني انت بالنسبه لك دلوقتي كل حاجه، يعني خصوصا ان احنا كل الدول في العالم دلوقتي بقت متجهه للديجيتال ترانسفورميشن، بمعنى ان كل المعاملات وكل السيرفيسز الحكوميه والغير حكوميه بقت عباره عن ديجيتال، عباره عن ابلكيشن، عباره عن ويب سايت، عباره عن اي عن اي سيرفيس. انت دلوقتي مثلا في مصر انت دلوقتي بقى عندك موبايل بانكينج، عندك موبايل وولت، مثلا فواتير بيتك الكهرباء والميه والغاز بتقدر تدفعها من ابلكيشن فوري. الحاجات دي كلها زمان ما كانتش موجوده، انت كنت بقى تستنى محصل الكهرباء لما يجي ومحصل الغاز لما يجي، قيس على كده بقى كل حاجه. فانا لو انا كدوله لو وقعت لك السيستم دي كلها بلاش، انا دلوقتي لو جيت خدت لستة بالتاكسي از سيرفيس ابلكيشنز الموجوده عندك في مصر،
هلاقي مين؟ هلاقي اوبر وكريم وديدي واندرايف، دي اخر حاجه انا عارفها، مش عارف ظهر حاجه جديده ولا لا. فلو انا قررت ان انا اضرب الانفراستراكشر بتاعت الشركات دي كلها، السيرفرات اللي هي مثلا ايه بتخدم على ابلكيشنز في مصر، ايه اللي هيحصل؟ شلل تام في الشوارع بتاعت مصر، ايه محدش عارف يطلب تاكسي، فانت ايه والتكاسي اللي موجوده في الشارع مش هتكفر على كل الناس اللي بتبقى موجوده. فانا كده دمرت لك الديلي لايف بتاعتك في الشارع عن طريق ابلكيشنز، عن طريق سيرفرات بتاعت ابلكيشنز موجوده. ده مثال صغير يعني. فدلوقتي انت بقيت في اوبريشنز كامله، بتلاقي العائد من الاوبريشن ممكن يبقى اقتصاد دوله صغيره. يعني مثلا لوك بيت، يوم لما حصل من اسبوعين كده، والاف بي اي والسي اي اي والناس دي كلها، فرقه العداله دي لما طلعت وضربت الانفراستراكشر بتاعت لوك بيت، فقال لك لوك بيت في خلال سنتين قدروا يعملوا اوبريشنز ب 200 مليون دولار. فانت تبص على 200 مليون دولار، تبص رقم على جروب واحد في دوله واحده، والجروب ما بيعملش حاجه غير ان هو رانسام وير جانج، بيضرب عندك رانسام وير وبيبتزك وتاخد فلوس. فعشان كده تيجي تبص على مثلا ليكس بتتباع. يعني اقول لك على حاجه، في 2020 او 2021 شركه ارامكو، دي اكبر شركه اويل اند جاز في العالم، هي شركه سعوديه، حصل تسريب ليها. يعني كان فول بريتش، كان تسريب ضخم، كان وصل حوالي 20 تيرا. فالعشرين تيرا دي كانت اللي سربهم، عمل هيدن سيرفيس على الدارك ويب. كان عارض ان هو كان منزل اوفر بصراحة، يعني كان قال لك الديتا كاملة هتتباع ب5 مليون دولار، وعمل اوفر لشركة ارامكو ان لو عايزه تشتري انت الداتا وانا امسحها وما بيعهاش تدفعي يا 20 يا 50 مليون دولار، انا مش فاكر الرقم بالظبط. فبس لو انت خدت الاوبشن الاولاني ودفعت ال 5 مليون دولار، إيه لا انت هتشتريها وهتفضل معروضه للبيع، وجيرك هيشتريها وجيرك هيشتريها. فكان الاوفر لارامكو ان انت لو عايزين انت تشتروها مره واحده وتتمسح والبلوك دي تتقفل ومفيش حد يشتريها تاني، 20 مليون دولار. فانت انت متخيل الارقام؟ يعني ده تسريب واحد، ودي اوبريشن واحده في شركه واحده في هاكينج جروب واحده. وباي ذا واي ما تعرفش مين اللي ورا الموضوع ده يعني لحد دلوقتي، يعني او لو انا فاكر صح. فالموضوع من زمان يعني، الواحد بيشوف سايبر تاكس كتير فالاسامي بتدخل في بعضيها، بس لو انا فاكر صح ما تعرفش مين اللي ورا الموضوع ده. فانت بتشوف اوبريشنز كتيره بتعمل ارقام، انت بتشوف ان الارقام دي كانت تساوي مشاريع الدولة عندك كانت بتعملها. فانت تلاقي مثلا كلام في 200 مليون دولار، 100 مليون دولار، كلام ده ارقام كبيرة على اوبريشن واحدة، على جروب واحد. فلا، لو بتتكلم في اقتصاد، لو عايز رقم فمفيش رقم، الرقم مفتوح، الرقم ممكن يبقى اي رقم. دي حقيقة. يعني هو الرقم ده ممكن يكون أصلا ميزانية الدولة أساسا، سواء بقى في المشاريع القومية اللي بتعملها أو هكذا. إزاي الممبرز بتوع الـ ABT دول بيجمعوا بعض؟ إزاي بيشتغلوا سوا؟ مين بيتواصلوا إزاي مع بعض؟ مين بيديرهم؟ إيه الـ HTTPs بتاعتهم علشان يعملوا أتاك؟ جميل، خليني أقسم سؤالك في أسئلة صغيرة. أول حاجة، إزاي بيعرفوا بعض؟ من خلال الهاكينج فوريومز، ده واحد من الطرق. يعني انت دلوقتي، احنا دلوقتي مدورين اي بي تي، وفي ضمن الهاكينج فوريوم لقيت واحد مثلا اسمه اكس اوبريتور، عارض ان هو عمل بوست ان هو مثلا اخترق مكان معين، او عارض مثلا ايه طول معينه للبيع بتعمل 1 2 3، او كاتب ان هو بيعرف يعمل 1 2 3. فانا اقول لك طب احنا عندنا اوبريشن جايه، فعلا احنا محتاجين السكيلز دي عشان هتخدم معانا في الاوبريشن جايه. فبندخل وبنانترفيو معاه وبنعرض عليه ان هو يشتغل معانا. طبعا يا اما بيشتغل بير بروجكت، في حاجات بتبقى هيت ان ران، بمعنى ان انا هجيبك تشتغل معايا بروجكت واحد او اوبريشن واحده وتمشي مالكش علاقه بيا. وفي حاجه بتبقى هايرنج بقى، يعني لا خلاص انت بقيت معانا في التيم وكل اوبريشن خلاص انت بقيت موجود معانا. ف في طبعا دي اغلبيتها يعني بيكون
يعني الهايرنج والانونسمنت والحاجات دي زي دي اغلبيه يعني بتكون يا اما دارك ويب يا اما تليجرام. في ناس بتتواصل على توكس نتورك وكل واحد معاه توكس ادرس، وفي ناس في برايفت شات رومز كتير انا اقترح على الدارك ويب. في شات رومز اصلا انت مش بتعرف توصل لها، انت لازم عشان توصل لها انا ابعت لك انفيتيشن يو ار ال، لان اليو ار ال بتاعها مش معمول لبودكاستنج اصلا، فابعت لك انفيتيشن وابعت لك انفيتيشن كود كمان، عشان حتى لو اليو ار ال اتسرب انت مش هتعرف تدخله من غير الكود ده، والكود ده بيكون بيتاساين ليك، يعني حتى لو حد خد الكود ده وانت استخدمته مره قبل كده خلاص هو مش هينفع تدخله، مش هينفع تستخدمه تاني. في اكتر من طريقه بيعرفوا بعض عليها وبيتواصلوا فيها مع بعض. ال TTPs بقى بتختلف من APT للتاني، ممكن كمان مفيش TTPs بتبقى ثابتة، يعني أصل أنت لو عرفت إن ال APT الفلاني مثبت ال TTPs بتاعته طول عمره فأنت خلاص عرفت، مش في مصر عندنا مثلا بيقول لك اللي تعرف دي تقتله، فخلاص أنت عرفت هو بيتعامل إزاي، إيه التولز اللي بيستخدمها، بيمشي إيه السيكونس اللي بيستخدمه، فانت كده خلاص هو لو ضرب ضربة خلاص انت كده ذاكرته، فهو مش عارف يضرب التانية. فهي دايما الـ APTs في الغالب مع الوقت ريجل يعني بيغيروا الـ TTPs بتاعتهم، مش بشكل جذري يعني مش بيغيروها بنسبة 100%، هو ممكن بيغيروا مثلا ممكن الـ tool الـ technique أو الـ sub technique بتاعه. فعشان كده مهمتك انت بقى كـ threat intelligence researcher أو analyst ان انت دايما تكون up to date بالـ TTPs بتاعت الـ APTs، خصوصا الـ APTs اللي هي بتتارجت الريجن اللي انت فيه. يعني احنا مثلا اكبر اهتمامنا هو الـ APT اللي بتتارجت الميدل ايست، فلو انت مثلا شغال مهندس امن معلومات في بنك مثلا، فانت مع اكبر اهتمامك هو الـ APT اللي بتتارجت الميدل ايست وبتتارجت الفاينانشال سيكتور. فلو احنا عندنا APT بيتارجت الاويل اند جاز، انت في البنك هتهتم بيه؟ يعني good to know يعني أو it's nice to know، بس مش هيكون ده المين كونسيرن بتاعك. ليه؟ ما أنا مش أول إنجاز يا باشا، يعني الراجل ده مش مهتم بيا، مش بيجي ناحيتي. فعشان كده بيحددوا أهدافهم بيزد على الاهتمامات بتاعتهم، وأنت بالتالي بتقدر أو بتبقى واحدة من الرولز أو responsibilities بتاعتك في الشغل إن أنت تكون up to date بالـ database بتاعتهم دايما، عشان تبقى عارف تحمي نفسك منهم قبل ما يضربوا الجهة اللي انت مسؤول عن تعمل. تمام. طيب احنا قلنا في الاول ان اصلا الـ APT في الاغلب بيكون ليهم هدف واحد، بيكون بقى عندهم اعتقاد او مثلا انتماء لحاجة معينة او هدف محدد هم محددينه سوا. فالاشخاص اللي هم for hire دول اللي بتعرفوا على بعض في فورمز مختلفة، وهل بيكونوا تابعين للـ APT ولا بيكون مثلا جروبس اتاكينج جروب معينة وهكذا؟ زي ما قلت لك انت ممكن تغير حد فور بروجكت وبيكون ليه دور واحد وما يعرفش بقيت، ما يعرفش تفاصيل عن بقية البروجكت. يعني عايز اقول لك في الحلقة اللي انا بقول لك عليها بتاع سايبر وورفير، لما كانوا بيعملوا انترفيو مع واحد من انونيمس قال لك انا كان دوري بس ان انا اجهز الانفراستراكشر بتاعته، ما اعرفش اي حاجة تانية، ما اعرفش التارجت اصلا، ما اعرفش هما هيضربوا مين، وما اعرفش بقيه الاوبريشن هترسى عليه، وما اعرفش مين الناس اللي شغاله معايا في الاوبريشن، وما اعرفش غير اللي بيتواصل معايا بس. هتلاقي واحد تاني كان بيقول لك انا بس كنت جاي اعمل دينايل اوف سيرفيس او ديدوس ديستريبيوتد دينايل اوف سيرفيس، ما اعرفش بقى قبليه عملوا ايه ولا بعديه عملوا ايه، انا كان دوري مهمه محدده والمهمه دي بياخد عليها فلوس معينه وخلاص. شكرا شكرا فور ايفر لو انت جاي معانا البروجكت ده بس او الاوبريشن دي بس، وشكرا وانا ايه لما هنحتاجك تاني نكلمك ده لو انت ايه هايرنج في التيم. دايما الاوبريشن سيكيورتي بتلعب دور كبير في موضوع ال اي بي تي مانجمنت، عشان يفضلوا ذات نفسهم سيكيور، وفي نفس الوقت لو حد وقع منهم ما يوقعش بقيه البروجكت. فانت عندك مثلا في الاوبريشن سيكيورتي اول حاجه هي السيلز كونكشن، لازم ال connections بتاعتهم تكون stealthy قدر الإمكان. stealthy بمعنى إن هي مش مكشوفة، دايما ال connections متشفرة، ال connections بتعدي على أكتر من hub مثلا زي إن هم يستخدموا tool network،
تاني حاجة إن هو دايما ما بيطلعوش من public IPs بتاعتهم أو خاصة بيهم أو related مثلا ببيوتهم أو بمكان الأوبريشن اللي هما فيه، لا بيستخدموا مثلا VPNs و proxies. دايما بيحصل حاجة اسمها IP fluctuation. IP fluctuation ده اللي أنت كل فترة ال IP اللي أنت شغال فيه يتغير، بحيث إن أنت ما يبقالكش IP ثابت، عشان إذا إن أنا وصلت ال IP بتاعك ما هو يعني شوية هو هيتغير، يعني أنت شوية مش هتوصل. فدايما بيطوروا من الانكريبشن algorithms بتاعتهم والاوبسكيشن algorithms بتاعتهم، عشان لو بيعملوا مثلا مالوير، فانت لو راجل مالوير اناليست وقدرت تاخد المالوير اللي انا عامله فتعمل له اناليسيس، توصل السورس كود بتاعه منه حاجات، في حاجات هتوصلك ليا. فانا لا، انا بعمل اوبسكيشن عشان انت ما تقدرش مثلا توصل للسورس كود او بصعبها عليك. يعني بيستخدم مثلا انتي فورنسكس تكنيكس، بمعنى ان احنا لما بنضرب از اي بي تي، يعني لما نضرب هدف طبيعي لو جه فرانزكس بعدينا هيجي بقى يمشي ايه ورا الايفيدنس كل اللي احنا سايبينها، مش سايبينها بمزاجنا يعني، فممكن يربط كله مع بعض بحيث انه ايه يوصل لنا. فلا احنا بنتبع بقى انتي فرانزكس تكنيكس. في برضه حاجة من الاوبسك ان هي الريجولار بيرنينج. الريجولار بيرنينج دي اللي ايه، احنا كل شوية هنغير السيرفرات بتاعتنا كلها، كل شوية هنغير ال URLs وال host names اللي احنا بنستخدمها، كل شوية هنغير ال proxies بتاعتنا، بحيث ان احنا ما يبقالناش infrastructure ثابتة الناس تعرفنا او تجيبنا منهم يعني. فدي او انه بالظبط بيقدروا يوقعوا الاي بي تي نفسها عن طريق حاجه ثابته، فدي اكيد اي بي هم. بالظبط. طيب ايه الفرق ما بين اليت هاكر والهاكر العادي، او الاشخاص دي عموما بتبدا ازاي في المجال؟ بص، هي كل الناس يعني، انا ده كان برضو ايه، ده كان اعتقاد عندي من وانا صغير، الناس دي بتشوف كورسات احنا ما نعرفهاش، او الناس دي بتاخد بتذاكر من كتب، الناس دي بقى اللي بتجيب الديب من دي اللي هو ايه، عندهم حاجات احنا ما حدش يعرف. انما مع الوقت ومع الخبره اكتشفت ان هو بيذاكر نفس الحاجات اللي انت بتذاكرها، اصل هي المعلومه ثابته، المعلومه ما بتتغيرش. يعني النتورك بتاعتك اللي انت بتذاكرها هي نفس النتورك بتاعتي اللي انا بذاكرها، بس هي بتفرق انت هتستخدمها في ايه وانا هستخدمها في ايه، انت هتطورها ازاي وانا هطورها ازاي، انت هتستخدمها ازاي وانا هستخدمها ازاي. من فتره كان في رانسوم وير جروب كبير قوي اسمه كونتي. كونتي ده برضو كان ايه، كان فتره من الفترات اللي هو طلع فيها يعني، كان عامل قلق كبير قوي، وكانت الاوبريشنز بتاعتهم ناجحه جدا، كانوا حققين عايز اقول لك ملايين 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 الدولارات. فكونتي حصل لهم حاجه غريبه قوي يعني، واحد منهم جاله سرطان، فايه قرر بقى اللي هو ايه، قال لك انا هتوب، فايه راح فاتح ريبو على الجيت هاب ومصرف فيها كل حاجه، كل بقى كان حاجه كانوا بيذاكروا منها، كل الكورسات بتاعتهم، كل الكتب اللي كانوا بيقروا منها، كل التكنيكس اللي كانوا بيعتمدوا، فضحهم. وحتى كمان سرب حاجات كتيره خاصه بالرانسوم وير بتاعه، كان يعني ايه، كانت انزلت مشهورة أوي اسمها كونتي ليكس. فأنا لما ساعتها شفت بقى، أنا عايز أقول لك إيه، أنا لما حصل ده كنت بتنطط من الفرحة، أنا عشان بقى إيه الهاكرز دول كانوا بيذاكروا من إيه، أذاكر منه أنا كمان، إيه العرض ده؟ أنا شفت نزلت الحاجات دي، إيه الحاجات اللي إحنا بنذاكر منها والحاجات اللي إحنا بنشوفها، جبتوش التايهة يعني. ما يعني مثلا شفت بيعملوا بريزيستنس إزاي، فشفت التكنيكس بتاعته، طب دي نفس التكنيكس في الويندوز اللي احنا بنعمل فيها بريزيستنت لما بندخل ريد تيمينج اكسرسايز. فساعتها انا عايز اقول لك، انا قعدت يوم كده مصدوم، هم دول بقى اللي كانوا بي هم دول اللي عاملين ملايين الدولارات وهم دول اللي فرجعت بقى فكرت ان هي مش بالمعلومه، هي باستخدام المعلومه. فعشان كده هم بيذاكروا نفس يعني، انت ممكن يعني ممكن انت تذاكر من كتاب مثلا، تلاقي فيه هاكينج جروبس ذاكر من نفس الكتاب، قرا نفس الكلام اللي انت قريته. فهي دايما مش بمصدر المعلومه على قد بالمايند سيت. اصل لو بمصدر المعلومه، اقول لك على حاجه، لو بمصدر المعلومه، لو انا مثلا عندي واحد شاطر جدا يعني، مثلا واحد زي في اي مكان في الدنيا انت قابلته انت شاطر جدا، فلو هي بالمعلومه، فلو انت ذاكرت نفس الكورس اللي هو ذاكره كده انت بقيت في مستواه، لا طبعا. فانت ما اشتغلتش على نفسك زيه، ما اشتغلتش على تطوير المعلومه، ما اشتغلتش على، ما عندكش السكيلز اللي عنده.
فهي دايما مش بالمعلومة، وإلا كل الناس لو كانت بتذاكر من كورسات معينة كانت كل الناس ذاكرت من نفس الكورسات وكل الناس بقت مستوى واحد. وده ملوش دعوة بالسكيورتي، ده ليه علاقة بمهارات التعلم. يعني انت مثلا انت بتقول انت في هندسة، فانت مثلا هل الدفعة كلها نفس المستوى؟ لا. ليه؟ رغم ان هما بيشرح لهم نفس الدكتور ونفس المعيد، بس على حسب كل واحد بقى بيستقبل المعلومة ازاي، بيستقبلها اصلا ولا لا، بيفهمها، بيذاكر عليها، طب بيطور، طب بيدور وراها. فهو عشان كده الموضوع طلع عكس ما انا متصور، عكس ما كتير من الناس كانت متصورة. انا برضه كنت قاعد اتكلم مع صحابي او قاعد اتكلم مع اي حد، كنت بلاقي ان كل الناس بتشير معايا نفس الفكرة المتخلفة دي، اللي هو ايه، بيجيبوا حاجة من بره يا عم، دول بيذاكروا حاجات احنا مش بتاعتنا. فلا، هما بيذاكروا او بيعرفوا المعلومة يمكن من نفس المصدر اللي انت عرفته، بس هما الفكرة ان هما بيخدموا المعلومة على الطريقة اللي هما عايزين يوصلوا لها. بالظبط كده. هو تقريبا كان حاجة غلط عندنا أو في فهمنا كلنا، يعني إن كلنا كنا معتقدين إن هما بيبقى في حاجات مختلفة على الدارك فورمز، بيكون في ماتيريالز مختلفة، حاجات تانية بيعملوها. بس هو كده يعني بالظبط زي ما أنت قلت في الأول، إن هي أصلا معتمدة على تطبيقك للمعلومة دي أو السكوب اللي أنت اشتغلت عليه عموما. وده اللي بيفرق فعليا الناس بتوع اي بي تي دول، لأن هما بيشتغلوا على سكوب واسع، بيعملوا اللي هما عايزينه فعليا. ومثلا شغلنا إحنا مثلا كبين تيستنج على حاجة ضيقة، سكوب ضيق قوي، فهي تطبيق التكنيكس ديت اللي بتفرق فعليا ما بين شخص. لا بس برضه خليني ايه، خليني برضه عشان انت لسه قايل حاجه دلوقتي نورت في دماغي. إيه؟ لا، هو مش معنى ان هما بيذاكروا من نفس الحاجات اللي احنا بنذاكر منها يبقى انت بتقول بس احنا كنا فاكرين في حاجات في الدارك ويب ماتيريال مختلفه. اه لا، اه في الدارك ويب ماتيريال مختلفه، يعني في حاجات هتعلمك حاجات هو انت مش في العادي ان انت هتلاقيها. يعني انا اقول لك على حاجه، في مصادر كتيره جدا، ريسورسز كتيره جدا على الدارك ويب تعلمك الفرود، اللي هو مثلا اللي هو ايه، ازاي مثلا تضرب فيزا، ازاي مثلا تزور باسبور، ازاي ان ديتيلز، ان تكنيكال ديتيلز انت مش في العادي اللي انت هتخش مكتبه تلاقي كتاب بيشرح الموضوع ده. فلا، اه في ماتيريال مختلفه على دارك ويب، بس لو بنتكلم عن التكنيكال سكيلز فهي هي نفس اللي عندك. طيب يعني ايه سايبر وورفير، وازاي ده بدأ بشكل ما، وهل له علاقة مثلا بالاي بي تي جروبس واختلافها عن الورز المتعارف عليها اللي هي التقليدية؟ اللي احنا عارفين ان الهاكينج جروب، سوري، ان الحرب عموما بالمفهوم التقليدي هي بتعتمد على حاجتين، العدد والسلاح، الجيش اللي عدده اكبر واللي تسليحه اقوى. ف انما ان انت تبص على الهاكينج جروبس او السايبر وورفير، الموضوع ملوش اي علاقة بالعدد. انت ممكن تلاقي مثلا جروب في 5 6 عامل قلق في العالم كله، قلب الدنيا كلها. والموضوع ما بقاش تسليح، الموضوع بقى ايه، بقى مهارات تقنية. فليه؟ ده بسبب ان العالم كله اتجه للديجيتال ترانسفورميشن. انت قبل يعني انا دلوقتي لو احنا رجعنا مثلا الثمانينات والتسعينات، هل انت كنت تقدر تتعامل مع البنك الا لو رحت بنفسك بشخصك مبنى البنك؟ لا. انما دلوقتي انا اقدر اتعامل مع البنك، انا عندي بتاع 17 ابلكيشن على الستور لكل بنك، الاي ووليت والديجيتال توكن او السوفت توكن والانترنت بانكينج ومش عارف الاي سيرفيسز ابلكيشن، مليون ابلكيشن للبنك الواحد. فانا كده اقدر اتعامل مع البنك ده، او اقدر اتارجت البنك ده، او اقدر اخترق البنك ده من وانا قاعد، مش هقول لك في بيتي، انا قاعد في دوله ثانيه. فقبل كده هل انت كنت تقدر تتعامل مع الدوله من خلال الانترنت؟ يعني كنت تقدر مثلا دلوقتي انت تقدر تدفع فاتورة كهرباء من على فوري من الانترنت؟ هل انت كنت تقدر تتعامل مع وزارة الكهرباء غير من خلال المحصل اللي بيجي يخبط على باب بيتكم؟ نفس الكلام على الغاز، نفس الكلام على التليفون، نفس الكلام على كل حاجة. فانت يعني الديجيتال ترانسفورميشن كان هدفه ايه؟ ان انا اسهل المواطن حياته، وان انا اوصل له كل اجهزة الدولة عنده في البيت. طب ما انت كده وصلتها لعندي انا في البيت، انا كمان انا كهكر، يعني اجهزه الدوله بقت عندي انا كمان في البيت. فعشان كده الموضوع ولا بقى بالعدد ولا بقى بالتسليح، او الموضوع دلوقتي بيعتمد على المهاره التقنيه للهاكرز والمهاره التقنيه للهدف في تامين الاسيتس بتاعته. فهو بقى الموضوع تمنجيري.
انا دايما بجري وراك وانت دايما بتجري مني، فمين بيكسب بقى في الاخر؟ هي بتعتمد على كل واحد. ما ياما الهاكرز جم يضربوا تارجتس وما عرفوش يخترقوها. ليه؟ يعني التارجتس عاملين كل حاجه زي الكتاب ما بيقول، في سيستم 100% سكيورد، بس انت بتبقى على الاقل بتبقى عامل البيست براكتس. فعشان كده السايبر وورفير هي عباره عن ان دوله تقدر تضرب دوله او مجموعه دول او تقدر تضرب العالم كله من خلال مجموعه من الاشخاص قاعدين ورا شاشات، وممكن ما يكونش قاعدين في الدوله دي اصلا. يعني ممكن يكون مثلا دوله الهاكينج جروب بتاعي او الاي بي تي بتاعي قاعد اصلا في دوله ثانيه بيأتاك دوله ثالثه، فممكن الهاكينج جروب بتاعتي تبقى متقسمه على 4 5 دول، كل واحد فيهم قاعد في بلد بس كلهم بيكومينيكيت على نفس التارجت. فالموضوع دلوقتي بقى مفهوم اوسع بكتير، يمكن لسه في بعض النقط صعبه على الواحد ان هو يدركها، او يعني ليه حتى لو ادركتها مش مستوعبها. يا عم يا نهار ابيض، يعني انا ممكن حد يقدر يوقع لي البلد كلها وهو اصلا مش موجود معايا، وهو اصلا انا مشفتوش معرفوش. فا يقدر. فانت دلوقتي مثلا لو انت عملت اتاك على مطار في دوله السيستمز بتاعته مثلا، فانت كده وقعت المطار، فانت شلت حركه الملاحه هناك، فانت ولا حد عارف يخرج ولا يدخل من الدوله، انت كده ضربت الدوله ضربتها وقضيت عليها. فعشان كده الموضوع ما بقاش مفهوم الحرب ما بقتش موجوده، وده اللي خلى يعني الدول فهمت كده، وده اللي خلاهم ينفستوا في الهاكرز بتوعهم. خلاص الدول كلها عرفت ان لو تحصل حرب جايه مش مسدسات وبنادق ودم وناس بتموت ونتقابل في صحراء والجيشين يدبوا في بعض بقى، وبيكسب بقى يبقى هو الفايز. الموضوع دلوقتي بقى كله ديجيتالايز، يعني الحرب حصلت ديجيتال ترانسفورميشن هي كمان زي البنك. فعشان كده فين وفين على ما تسمع بحرب فيزيكال وور، يعني انت لو شلت من الحسبة حرب مثلا روسيا مع اوكرانيا، لو شلت من الحسبة حرب فلسطين مع الكيان، مش هيبقى ان احنا سمعنا قبل كده ان في دولة حرب الدولة اصلا، يعني بقالنا فترة كبيرة، او ان في عملية عسكرية كبيرة دولتين طقشوا في بعض مثلا. فليه كلها يا باشا؟ انا لو عايز اضرب دولة، انا لسه هحرك ناس من عندي ومدافع ودبابات وناس وعساكر تموت وفلوس اخسرها ومش عارف ايه. انا هجمع الكريتيكال انفراستراكشر بتاعت الدوله دي وانا هضرب الكريتيكال انفراستراكشر، فانا كده انا بضرب في عمق الدوله بدل ما نتقابل في صحراء بره كده زي ما حصل مثلا في حرب اكتوبر. تقابل نفسينا كده صحراء ملهاش علاقه بالمدنيين، يعني ولا تل ابيب اتضربت، ولا القاهره واسكندريه والجيزه اتضربوا، الناس كانوا عايشين زي الفل بيروحوا شغلهم وبياكلوا وبيشربوا وفي خناقه دايره في سينا. فلا دلوقتي انا ممكن اضرب العمق بتاعك كدوله عن طريق الديجيتال ترانسفورميشن انفراستراكشر بتاعتك. زي ايه؟ زي البانكينج سيكتور، الانرجي سيكتور، الكوميونيكيشن سيكتور، الايروسبيس ايجنسيز بتاعتك، وكالات الفضاء، الكلاود بتاعتك، الريسيرش لاب بتاعتك، ترانسبورتيشن، الووتر سبلاي سيستم، الهيلث سيستم، الميليتري سيستم، الفود جروسري سيستم. يعني كل الكلام ده انا لو ضربته عندك، فانا بضرب عمق الدوله من غير ما احرك عسكري واحد، ومن غير ما اضرب رصاصه واحده، ومن غير ما ينزل مني نقطه دم. فبالعكس السايبر وورفير تاثيرها اكبر بكتير على الدوله، او ضررها اكبر بكتير على الدوله، لان هي بتضرب العمق. اي دوله في الدنيا لما بتضرب دوله او بتدخل معاها في حرب، يعني في زي ايه اتفاق ضمني كده متعارف ما بينهم ان احنا لو هنضرب مع بعض هنتقابل في حته فاضيه نضرب فيها بعض. يعني انت مثلا في حرب روسيا واوكرانيا ما تسمعش ان موسكو نزل عليها صاروخ، ما تسمعش ان كييف ضربت جواها صاروخ، او يعني ايه الحرب كانت منقوله جوه كييف. الجيش ممكن يسيطر على المدينه بس ما بيضربش العمق. ليه؟ لان هو عارف ان اي حد هيضرب العمق عندي هيطلع صاروخ يضرب العمق عندي انا كمان. فعشان كده زي ما اقول لك، زي ما حصل في حرب اكتوبر، هي مش اسرائيل ومصر كانوا بيدبوا في بعض، كانوا بيموتوا بعض، بس كان في اتفاق انت ولا تيجي جنب القاهره ولا انا هاجي جنب تل ابيب، لان لو حاجه حصلت عندي هنقلها عندك، فكده يبقى خلاص. فانما دلوقتي في السايبر وورفير انا اقدر اضرب عمق الدوله من وانا قاعد في بيتي. فالسايبر وورفير في رايي انا، كان ممكن يكون حد يختلف معايا عادي يعني، بس في رايي انا السايبر وورفير بتسبب اخطار اكبر، ممكن يعني لو اتقلبت بجد بقى ممكن تسبب اخطار اكبر بكتير جدا
من الحروب العادية. بالظبط كده. هو احنا يعتبر حاليا اصلا معظم الورز المعروفه، يعني مثلا حرب ما بين ايران وامريكا، الحرب مثلا ما بين روسيا وامريكا، فتلاقي ان في دول كتير قوي بتشارك في الاتاكس دي من غير حرفيا ما تخسر عامل بشري او اي حد او اي خسائر فعليا بشريه من عندنا، سواء بقى صواريخ او حاجه زي كده. بالظبط. وفعليا الضرر بتاعها ممكن يكون اكبر، يعني مثلا لو فعليا قدروا ان هم يعملوا اتاك على منشاه نوويه، تمام، المنشاه النوويه دي اصلا ممكن تسبب كوارث فعليا في الدوله اللي هي انضربت فيها فعليا، من غير ما الدولة التانية اللي هي سبب الاتاك نفسه يحصل على أي مشاكل أو إن هي تنصاب الجيش بتاعها في الموضوع كله. وفعلا ما خسروش حاجة، يعني مثلا إحنا دايما عارفين إن السلاح نفسه بيتكلف فلوس كتير، التصرف نفسه أصلا عشان يتعمل ممكن يكلف ملايين، فأنا عملت اتاك عليهم ما خسرتش حاجة حرفيا، مفيش أي تكلفة مادية يعتبر زي ما كان بيحصل أيام زمان، فده أكيد يعني بالظبط. كسب. تمام. طيب هو يعتبر إيه افرج الوقت اللي ممكن تستغرقوا الشركة عشان تكتشف ان السيستم بتاعها اصلا كومبرومايز من قبل ما الجروب ده يعلن عن ان هو عمل اتاك على الشركة دي؟ بص، يعني لو هنطلع بره الامبريلا بتاعت الاي بي تي، لو هنتكلم في السايبر اتاك عموما، احنا كريد تيم لما بنيجي نعمل ريد تيم اكسرسايز بيبقى عندنا 3 اسئله لازم نجاوب عليها. اصل ليه الناس بتعمل ريد تيم اكسرسايز؟ طب ممكن يعمل بنتيشن تيستنج. على فكره البنتيشن تيستنج بياخد وقت وفلوس اقل بكتير من الريد تيم اكسرسايز. فليه الناس بقى بتقول لك يعني انت ليه رايح في الجال؟ يعني معاك فلوس كتير يعني، ولا معاك وقت كتير؟ اكيد لا. فبس الريد تيم بيقدر يجاوب لك على اهم 3 اسئله ممكن اي مكان يساله لنفسه: التايم تو ديتكت، التايم تو ريسبونس، التايم تو ريكفري. بمعنى ايه؟ بمعنى دلوقتي ان انا لما اخترق مكان، اول حاجه عشان المكان ده يحمي نفسه لازم يعرف التايم تو ديتكت، بمعنى لازم يعرف انا اخترقته امتى، فلازم يحصل له تنبيه اول انا مالي. فليه؟ لان عمرك ما هتديفند على حاجة أنت مش عارف إن هي موجودة. يعني عمر مثلا ما في سكان بيت هيمسكوا الحرامي اللي جوه البيت لو مش عارفين أصلا إن البيت فيه حرامي. تاني حاجة التايم تو ريسبوند. أنت دلوقتي عرفت إن أنا موجود، سواء عرفت من قريب أو عرفت من كتير، المهم عرفت إن أنا موجود، هتعمل إيه؟ يعني هتوقفني إزاي؟ هتمنعني إزاي من إن أنا أخترق المكان؟ أصل هي فرحتي إن أنت عارف إن أنا موجود وبرضه مش قادر توقفني، فأنا هفضل. فكان ايه، كان الناس قاعدين في البيت شايفين الحرامي ماشي في الصاله كده مش عارفين يقوموا يعملوا حاجه. فالتايم تو ريسبوند، التايم تو ريكفري ان انت بعد ما بتحل الاتاك طبعا السيستم بتبقى داون وانت ما بتقدرش تطلع لايف الا لما تعرف سبب الاتاك وتحله عشان تضمن ان انت ايه، مش اول ما تطلع لايف تاني هتقوم مخترق تاني. فانت هنا بتسال التايم تو ديتكت. التايم تو ديتكت كان في ستاتستكس اتعملت كده على شركات، في ناس بتديتكت الاتاك في الزيرو اور بتاعته، يعني اول ما بيحصل بالديتكت، في ناس بتقعد معاها 24 ساعة، في ناس بتقعد معاها بالأيام، في ناس بالأسابيع، في ناس بالشهور. كنا بننفستيجيت في شركة قبل كده، شركة ما يعني في دبي. الشركة دي كانت كومبرومايزد بقالها 6 شهور وهما ما يعرفوش. فتخيل أنت في بيت، في سكان، في ناس صاحية كل يوم ونايمة وبتروح شغلها وبتاكل وبتشرب وكل حاجة، وفي حرامي بقاله 6 شهور وهما ما يعرفوش. فالتايم تو ديتكت في الوقت اللي احنا فيه ده بقى صعب جدا ان انا اودي لك افريج بسبب التطور بتاع الستيلث تكنيكس والتطور بتاع البرزيستنت تكنيكس، ان انت ازاي تخفي وجودك في الانفايرمنت اللي انت فيه. في ناس، في اي بي تي جروبس وفي هاكينج جروبس كتيره يختاروا في المكان ويسيبوا فيه تايم بوم او يسيبوا فيه البيكون بتاعهم ويخلوه سليب لمده مثلا ايه، 6 شهور. 6 شهور مش عايزين اي حاجه من المكان ده، بس ايه، لينا راجل جوه، لينا ايجنت جوه، لينا ايه، سيرفر جوه. اول لما بيحتاجوه بيبعتوا له هيت، فبيرد عليهم كول باك اللي هو ايه، اصحى انا صحيت، طيب يلا عايزين نعمل ايه بقى جوه. الكلام ده ممكن بيبقى من بعد مثلا 6 شهور او سنه من الاختراق، فمن الاختراق اللي هو ايه، الانيشال اكسس اللي هو دخل الايجنت بتاعته او دخل البيكن بتاعه لاول مره، اول كومنت بدأ يبعتهول بعدهول بعد 6 شهور مثلا. فطول المده دي قال له، فهو مدي كومنت للبيكم بتاعه اللي هو يبقى في السليب مود، خليك يعني ايه، ان اكتيف، ولا تبعت ولا تفتح اي سيشن ولا تعمل اي نتورك ترافيك ولا تعمل اي، ولا تفتح بروسيس ولا تعمل اي حاجه لمده 6 شهور. انا مش هناديك في خلال 6 شهور دول ولا عايزك تعمل اي حاجه. فانت
جهازك لما يخترق وينزل عليه البيكن ده او ينزل عليه الايجنت ده، انت مش هتعرف ان هو موجود. ليه؟ ان هو هيفضل طول. هل انت عارف كل الفايلات اللي عندك في السيستم؟ لا. ليه؟ عشان مش كلها بتعمل انتر اكشن معاك. فعشان كده التايم تو ديتكت دلوقتي بقى صعب جدا، لانه بتلاقي ان هو احيانا بيوصل لجابس كبيره لشهور. ف ده بسبب صعوبه اللي بيحصل الفتره دي يعني. طيب تمام. طب هي ايه اصلا البروسيجر اللي ممكن ياخدوها علشان يرسبندوا على حاجه زي كده؟ يعني هما دلوقتي عرفوا ان هم كومبرومايزد في فعليا شخص جوه السيستم بتاعهم، ايه الخطوات اللي بيبداوا يعملوها او بيعملوا ايه اصلا؟ بص، ال incident response ليها life cycle مكونة من 6 steps. أول حاجة ال identification. identification اللي أنت لازم الأول تعرف إن أنت عندك incident، وتحدد نوع ال incident، تحدد نوع الاختراق. أنت عمرك ما هت defend أو عمرك ما هتدافع عن حاجة أنت مش عارف إيه هي أو أنت مش عارفها أصلا. فبعد كده ال isolation، أنت بتعزل السيرفر عن المكان اللي هو عن النتورك بتاعته، بحيث ان انا لو قدرت اخترق السيرفر ده ما تجاولش بقى منه السيرفرات التانية ومنه لبقية الشركة او منه لبقية المكان. فيعني كده بقى اخترقت النتورك بتاعتك كلها. بعد كده ايه؟ بتعمل بقى اريديكيشن واناليسز، وبتعمل روت كوز اناليسز. اهم حاجة في الفرنزكس او في البروسيجر ان انت حاجتين: اول حاجة توقف الاتاك، تاني حاجة تعمل روت كوز اناليسز. روت كوز اناليسز اللي انت بتعرفني بالتفصيل الاتاك ده حصل ازاي. ليه بتعرفني بالتفصيل هو حصل ازاي؟ عشان امنعه، يعني عشان اسد بقى الثغرات اللي هو دخل منها او ابطل التكنيكس اللي هو استخدمها، عشان ما حدش يرجع يستخدمها تاني. وانت ما تقدرش تجو لايف، لان انت طبعا بعد الايزوليشن انت بتخلي السيستم شت داون. ما تقدرش تجو لايف الا لما تعمل روت كوز اناليسز وتحلها وتعمل اكشن بلان، يعني تحل المشاكل اللي انت لقيتها دي وعلى اساسها تطلع. لان انت لو ما عملتش كده، ايه اللي يضمنك ان انت اول ما تطلع لايف هتخترق تاني وتقع؟ ليه؟ طب ما انت قفلت، يعني هنا كاني دخلت من الشباك عندك في البيت. انت عمرك ما هتضمن ان مفيش حد هيدخل تاني الا لو مثلا حطيت حديد على الشباك. يعني لو سبت الشباك زي ما هو، طب ما انا دخلت النهارده، ايه اللي يمنعني ان انا اخش بكره؟ ايه اللي يمنع حد غيري ان هو يخش بكره؟ ففي اكتر من بروسيجر للانزنت ريسبونس والفرنزكس، الروت كوز اناليسيس لحد الريكفري والجو لايف تاني. طيب تمام. يعني يعتبر هي بروسيجر خطوات كتيرة بيتبعوها من أول ما هما بيبدأوا يشوفوا أصلا إزاي الأتاكر ده بدأ يدخل، بيعملوا بقى بعد كده الأيوسيز اللي بتدل إن ديت السيجنتشر بتاع الأتاكر اللي دخل، إيه الخطوات اللي عملها، عمل إيه بالظبط، بحيث إن هما بعد كده بيغزوها للسيوشنز اللي هما بيستخدموها مثلا زي سيم أو سولا أو أيا يكن، يعني بحيث إن لو حصل أتاك زي ده بعد كده بيقدروا يتعرفوا إن في فعليا أي بي تي معين. يعني تقريبا الأيوسيز ديت اللي هي بتدل على أي بي تيز معينة، صح؟ اللي انت عشان تايدنتيفاي او تهمت على اي بي تي، مش بس بتعتمد على اي سيز، لان هم لو بيستخدموا حاجات جديده او حاجات مالهاش سيجنتشر قبل كده، حاجات اول مره تظهر للنور، هي مش هيبقى لها اي سي. لان الاي سي هي عباره عن تراكم خبرات. يعني ايه؟ يعني انت شفت عندي مالوير، عملت له يارا رول مثلا او عملت له اي سي وعملت له شير مثلا ايه للسيرت انتليجنس بلاتفورمز والسيرت انتليجنس بلاتفورمز، وزعتها على سكيورت سوليوشن فبقى لها اي او سي. انما لو المالوير ده اول مره يشوف النور، ما استخدمش قبل كده، انا لسه عامله حالا، لسه مخلص الكود بتاعه حالا وعامل له كومبايل واول مره اشوف النور، هو لا هيبقى ليه سيجنتشر ولا هيبقى ليه اي او سي ولا هيبقى ليه اي حاجه تانية. فانت بطبيعتك لازم تديفند مش بس باسيف، انت لازم تديفند اكتف كمان، لان الاي او سي ديفنسيف هي عباره عن باسيف تكنيك. انت بتديفند من غير ما انتراكت. انت حاطط مثلا ديتكشن رول على اي او سيز معينه، بتقول للسكيورتي سوليوشن بتاعك لو لمحت حد بالاي سي دي اعمل له بلوك مثلا، ما تخلوش يرن. انما ماذا لو ان انا داخل لك باتاك فيكتور ملوش اي اي سي، ملوش سيجنتشر، لسه جديد زيرو داي مثلا؟ فانت لازم يكون عندك ديفنسيف سوليوشنز او ديفنسيف ماتريكس تديفند بقى الاتاك سيرفيس بتاعك. الاتاك سيرفيس يعني ايه؟ الاتاك سيرفيس يعني كل ما يمكن اختراقه في المكان في النتورك دي، سواء على ليفل الاكسترنال او الانترنال. عندك نتورك يبقى تامن النتورك بتاعك، عندك ابلكيشن تامن ابلكيشن، عندك سيرفيسز، عندك اي بي ايز، عندك موبايل فون، الحاجات دي كلها لازم تتامن، وكل واحده فيهم تتامن على حده. يعني مش بلوك شكل، لا، ده كل واحده فيهم بيتعمل لها سكيورتي بروجرام لوحدها او سكيورتي متريك لوحدها. فعلى اساسها انت تقدر تديفند او تقدر تريسبوند
الاتاكس اللي ممكن تجي لك. ليه؟ لان انت متعامل مع كل اتاك فيكتور عندك في الشبكه ان هو كيان قائم بذاته، ليه مفردات التامين بتاعته، وليه المفردات المراقبه، يعني المونيتورنج ميتريكس بتاعته هو الخاصه بيه هو، بغض النظر عن بقيه الاتاك فيكتورز التانيه او الاتاك سيرفيس التانيه. تمام. هو يعتبر بالشكل ده هو اصلا سبب ان معظم الشركات بتبقى كومبرومايز، ان هي ممكن ما تكونش شغاله بشكل اكتف، هي معتمده مثلا انها سوليوشنز، عندها سوليوشنز معينه متخصصه مثلا باي او اسز معينه، فهي عارفه مثلا سيجنتشر بتاع الاي بي تيز دي، عارفه مثلا سيجنتشر بتاع مالور معين وهكذا. فالسبب الاساسي اللي بيخلي الاي بي تي دي انها تقدر تدخل ان هم دايما بيطوروا من نفسهم، بيطوروا من المالور بتاعها، بيعملوا اوبفسكيشن بشكل مختلف، فبالتالي الانتي فيروس او مثلا الاي دي ار او الحاجه دي كلها ما تقدرش انها تقفشهم بالشكل ده. المفروض ده يعني اللي انا وصلت بتون. بص يا سيدي، دايما بنقول لأي مكان بنروحه سواء أي مكان في السيرفيس اللي هو طالبها مننا، إن السكيورتي بوستر بتاعك أو السكيورتي ريسك سكور بتاعك قايم على 3 حاجات، أنت عليك منهم 2 وفي واحدة تالتة مش في إيدك. الـ3 حاجات اللي هما السولوشنز، إن أنت يكون عندك سكيورتي سولوشن بتكفر كل النتورك بتاعتك بأجهزتها بالسيرفيسز اللي عليها بالابلكيشنز اللي عليها كل حاجة، وده الجزء السهل. ليه؟ لأن مش هتطلب منك حاجة غير awareness وفلوس. تاني جزء تاني جزء الابتكرز اللي بيستخدموه هو الهيومن فاكتور أو العنصر البشري. فأنا ممكن أنت تكون عامل كل حاجة صح في الانفايرمنت بتاعتك، بس أدخلك من خلال إن أنا بعت الموظف مش فاهم عندك الدنيا فيها إيه، بعت له لينك بقى، بعت له اتاتشمنت فهو داس عليه ونزله. بلاش اديت له فلاشة وراح حاططها في الجهاز بتاع جهاز الشركة الموصل بيها في الشركة، فأنا كده اختفيت الشركة كلها مع إنك صرف ملايين على السكيورتي سوليوشنز اللي عندك، بس نسيت من ضمن الملايين دي تصرف شوية على التريننج والأويرنس بتاع كل الموظفين. غلطة من غلطات الشركات المشهورة إن هي بتعمل تريننج للتكنيكال ستاف وبس. طب يا باشا، ما التكنيكال ستاف ده اصلا هما تكنيكال، فهم يعني عندهم شويه، انما انا دلوقتي في الريد تيم اكسرسايز بتاعنا اول حاجه بنفكر نتارجتها لو احنا مثلا اكسترنال ريد تيم وعايزين بقى نعمل انيشال اكسس وندخل المكان ده من جوه نخترق النتورك بتاعته، اول ناس بنفكر فيهم هم النون تكنيكال. يعني مثلا ايه؟ موظف الحسابات اللي عندك، موظف الاتش ار اللي عندك، الهيلب ديسك اللي عندك، اي موظف في الادارات بقى، فالسي او، فالعنصر البشري له كل اهميه عن ان انت تنفست فيه زي ما انت بتنفست في السكيورتي سوليوشنز بتاعتك. تالت حاجه ودي يمكن اللي هو ايه، قضاء وقدر، اللي هو ايه، زيرو دايز. انت ممكن تكون عامل كل حاجه وشاري سوليوشنز بالملايين وصرف ملايين تانية عشان تعمل تريننج وأويرنس للموظفين، وفي الآخر بيجي عندك الفايرول بتاعك يطلع فيه زيرو داي، الشركة ذات نفسه اللي عاملاها ما تعرفش فيه أي حاجة، يؤدي إن مثلا إيه، إن أنا من بره أقدر أكونكت في بي إن عندك من غير ما يكون عندي يوزر أوثنتيكيشن باي باس يعني. طيب أنت غلطت في إيه في اللي حصل ده؟ أنت ما غلطتش في حاجة، فبس عليك مسؤولية بقى. ان انت حتى ما ينفعش تعتمد على السكيورتي سوليوشنز لوحدها، ماذا لو ان السكيورتي سوليوشن وقع ادى ريزلت غلط، فانت لازم بتفاليديت ورا. فانا هنا مثلا لو انا في السيناريو اللي انا بقول لك عليه ده وقدرت ادخل عندك النتورك من خلال زيرو داي في الفي بي ان بتاعك، يبقى انت وظيفتك اصلا بتراقب الاكسترنال كونكشنز اللي بتتفتح من بره لجوه. كل شوية لازم ما يكونش عندك سيشن مفتوحة من بره لجوه إلا وليها جاستيفيكيشن. سيشن ده مفتوح ليه؟ ده عشان زيادة النهاردة شغال من البيوت. سيشن ده مفتوح ليه؟ ده محمد مسافر دولة تانية فيكونكت على النتورك بتاعت الشركة من بره. سيشن ده مفتوح ليه؟ ما نعرفش. حد يعرف السيشن ده مفتوح ليه؟ ما نعرفش. كده تبقى في مصيبة، كأن عندك باب في الشقة مفتوح للشارع، أي حد ممكن يدخل من خلاله وأنت مش عارف الباب ده موجود أصلا ولا لأ، ومش عارف مين اللي ممكن يستجدبه. فحتى لو في زيرو دايز، احنا برضو وظيفتنا وظيفة السكيورتي تيمز يعني المختلفة
ان هي بتعمل behavior analysis، ان انت دلوقتي ممكن انا انزلك مالوير عندك على جهازك بس الانتي فايروس بتاعك ما يفيشوش. ليه المالوير ده زيرو دي او انا عامله بشكل بحيث ان الانتي فايروس ما قدرش يتعرف عليه؟ هل انت كده غلطت؟ انت ما غلطتش، انت راجل شاري انتي فايروس والانتي فايروس ابديتد وبتخليه يعمل بيريودكال سكان وعامل كل حاجه. انا ما اقدرش اقول لك ان انت غلطت، بس انت برضو لازم تشوف مثلا ايه اللوجز او الاليرتس بتاعه الانتي فايروس. لو لقيت مثلا حاجه مثلا محمد بالبي دي اف، يعني فايل بي دي اف عادي، بس لقيت ان هو فاتح سي ام بي، ولقيته فاتح بابليك سيشن، ولقيته بيكومينيكيت مع بابليك اي بي، ولقيته عامل بروسيس، ولقيته بيكلم الفولدر يعني فايلز في الفولدر سيستم 32، ولقيته بيعمل حاجات دي كتير، هل من المنطقي ان فايل بي دي اف يعمل الكلام ده؟ هل من وظيفته؟ لا. فبتبتدي تتعرف ان ده افتراض وبتبتدي تتعامل معاه، حتى لو ان مفيش ولا سكيورتي سوليوشن عندك طلع عليك واحد قال لك ان الحق في حاجه حصلت. فعشان كده ما ينفعش الاعتماد ب100% على السكيورتي سوليوشن. بالظبط. الى جانب طبعا ان اوقات بيكون الاتاكر اصلا من جوه الشركه نفسها، فالمفروض ان الشركه بتبقى واخده ده في بالظبط. الاعتبار، ان ممكن يكون في حد من عندها. يعني هو مش شرط ان الاتاكر ده عشان ياخد اكسس يكون هو من بره، ممكن يكون حد من جوه الشركه بس، فعباره عن الاسسمنت اللي هم بيعملوه ايا كان. طيب بالظبط. مين هم اشهر الاي بي تي جروبس اللي ظهرت وتصدرت الساحه في السنين الاخيره؟ في عندك ممكن نسميهم اي بي تي جروب، ممكن نسميهم هاكينج جروب، جروب اسمه او يعني مجموعه من الجروبس عملوا جروب واحد سموها ذا فايف فاميليز. فايف فاميليز دي هو عباره عن هاكينج جروب بيضم تحتيه هاكينج جروبس تانية. فالفايف فاميليز دي مين هم الفايف فاميليز اصلا؟ عندك جروب اسمه جوستسك، عندك جروب اسمه سيدسك، عندك جروب اسمه ثريتسك، عندك جروب اسمه بلاك فولينز، عندك جروب اسمه ستورموس. دول كلهم كل واحد فيهم على حدة كان هاكينج جروب، وقرروا طب ايه يا جماعة ما تيجي نتجمع كده ونبقى ايه نكون فريق كورة. فجمعوا كلهم وعملوا جروب سموه ذا فايف فاميليز. الناس دي يعني رخمة رخمة رخمة، يعني بيضربوا أتاكس كتيرة في دول مختلفة. من يوم 7 أكتوبر لما حصل طوفان الأقصى اتولدت معاه السايبر وورفير عالمية عالمية. ليه؟ لأن هي مش بين بلدين، هي العالم كله اتقسم نصين، ناس معانا وناس معاهم. طبعا ذا فايف فاميليز كانوا معاهم. فايف فاميليز سؤال، و يعني الواحد بيعترف بيقول اللي يقول عليه. تكنيكس بتاعهم تقيلة، دارسين وفاهمين هما بيعملوا ايه، ال procedures اللي بيستخدموها advanced، مش ما يقولكش ان دي شوية عيال ولا مجموعة هواة. قصاد كده احنا دخل معانا برضو ناس تقيلة، يعني دخلت معانا كلنت. كلنت ده جروب روسي من جروبات الصف الثاني في روسيا، مش هقول لك دول الإليت بتوع روسيا، لأن يعني الإليت بتوع الدول كلها ما دخلوش، لأن لو كان حد أو كان في أي دولة دخلت بالإليت هاكرز بتوعها كانت بتحارب رسميا. بس كلنت هم الصف الثاني في روسيا، وما أدراك الصف الثاني في روسيا، يعني وما أدراك الصف الأول. فبس ما يعني الصف الثاني ما يقلش حاجة عن الصف الأول خالص يعني. كلمة تقال. ودخل معاهم جروب اسمه أنونيموس السودان. الجروب ده من أرخم الجروبس اللي بتعمل ديدوس. ووجود كلمة وأنونيموس السودان لوحدهم أصلا ده كان مصيبة على الكيان، يعني إيه ربنا يكتر من مصائبهم يعني. فقدروا ساعتها يوقعوا أهداف كتيرة جدا جدا، يعملوا disruption كتير جدا في systems عندهم. قدروا يأكسزوا في system مش قادر أفتكر اسمه الحقيقة، هو عبارة عن موبايل application بيستخدمه يعني الكيان عشان بيبعت تنبيهات للمواطنين لو حصل أي هجوم أو أي حاجة، يعني لو خلي بالك المنطقة دي فيها لبش. هم اختاروا كل السيستم ده وبدأوا يبعتوا فولس الارمز او فولس نوتيفيكيشن للمواطنين
بأن الكلام ده اتضرب بقنبلة نووية، فاللي هو إيه، الناس حصل لها ذعر بقى وبدأوا يبعتوا فولس الارمز وكده. فمن ساعة 7 أكتوبر لحد وقتنا هذا كله راح مشمر بقى، كله راح رافع السلاح وقال لك إيه، أنت معانا يا علينا. بدأ العالم كله يتقسم نصين. يمكن لحد اللحظة اللي أنا بكلمك فيها، سايبر وورفير دي تضم حوالي 250 جروب على مستوى العالم، مقسومين معانا وعليهم، وناس بقى من بنجلاديش وناس من ماليزيا وناس من المغرب وناس من تونس. بس ساعتها الفايف فاميليز كلهم كانوا مش معانا. في برضو في اه انا كنت قلت لك في البداية ان انا هرجع لأوير ريج ومادي ووتر تاني بتوع ايران. فدول اي بي تي ايرانية، بيهتم اكتر بالاوير ريج، بتهتم اكتر بشركات التليكومينيكيشن، شركات الاتصالات وشركات الاويل اند جاز، هي بقى اسمها اوير ريج. ومادي ووتر بتهتم اكتر، يعني هو ممكن يختاركوا حاجات تانية بس اهتمامهم الاكتر بعمليات السايبر اسبناج اللي هو عمليات التجسس، وشركات التليكومنيكيشن والقطاع البنكي، البانكينج سيكتور. اوير ريج ليها صولات وجولات في دولة الكويت، اخترقت اهداف كتيرة جدا في دولة الكويت، ومادي ووتر نفس الكلام. وبرضه ساند ستورم اللي هم اي بي تي 33 بتوع ايران برضه، كان ليهم يعني ايه اوبريشنز معينه كده في الميدل ايست. برضه مادي ووتر كان ليها اوبريشن لسه من فتره، اوبريشن تجسس، بس مش هينفع نتكلم عن تفاصيلها. البيرز الروسيه، كوزي بير والبودلر بير، تورلا، ساند وورم، الناس دي برضو من الناس المشهوره جدا، الاوبريشنز بتاعتهم دول بقى الاليت اللي هم الصف الاول في روسيا، اللي انا بقول لك دول لما بينزلوا الواحد يعني جروب واحد فيهم بينزل تبقى عارف ان في مصيبه، روسيا ما بتطلعش دول في العادي يعني. فبرضو لازاروس في امريكا، سوري في كوريا الشماليه، لازاروس دي برضو انت بتعرف لما بتنزل بتعرف ان الخسائر فيها فلوس كتير قوي، لازاروس قاطين جدا في الفلوس. ف انا عايز اقول لك فاني حاجه عملوا منه ملايين، يعني ان هم باعوا السورس كود بتاع بلاي ستيشن 3، ساعتها كان بلاي ستيشن 3 لسه نازل وكان طفره عن بلاي ستيشن 2. فهي دي معظم الاي بي تي جروبس اللي على الساحه حاليا. طبعا في حاجات تانية كتير يعني، بس كده ما تسعفش يعني، بس دول اكتر ناس عملوا حاجات انا فاكرها. فده اي بي تي، مش الهاكينج جروبس او الرانسام وير جانجز. تمام، فاهم. ايه البروسيس اللي هما بيشتغلوا بيه؟ يعني ايه اللايف سايكل بتاعتهم عشان يعملوا اتاك بشكل كامل؟ اول حاجه انت لازم يحصل عندك تارجت ديفينيشن، انت لازم يكون عندك تارجت. الناس دي مش بتضرب عشوائي او اللي هي ايه اللي بيجي في سكتها، لازم بيكون عندهم تارجت. فلازم في تارجت ديفينيشن او ديفاين التارجت بتاعك. بعد كده تيجي هنا مرحله الريكونسنس. مرحله الريكونسنس بتيجي مثلا على المستوى التقني وعلى المستوى البشري. فزي ما قلت لك، انا لو عايز اضرب مؤسسه وما لقيتش فيها مثلا غلطه، عاملين كل حاجه زي الكتاب ما بيقول، هبتدي اتجه للعنصر البشري، ان هو ده اللي صعب تعمينه شويه. فبيحصل محاوله الريكونسنس. بعد كده الريسورس ديفلوبمنت، بعد كده كل اوبريشن بيبقى ليها الانفراستراكشر الخاصه بيها، زي ما قلت لك عشان تخلص الاوبريشن والانفراستراكشر تتحرق، ما تستخدمش تاني. بس في بعض الـ APTs بيستخدموا الـ infrastructure أكتر من مرة، وده بيبقى ريسك على الـ APT، وساعات بيوصل إن هو الـ APT members ذات نفسهم يتقبض عليهم، لأن أنت استخدمت سيرفر خلاص إحنا عارفينه ليه، لأن أنت استخدمته في operation قبل كده، فإحنا إيه كنا قاعدين مستنيينك بس. فبعد كده تيجي مرحلة مثلا المالوير ديفلوبمنت أو الاكسبلويت ديفلوبمنت، خلاص أنا حددت التارجت بتاعي، عرفت الانفراستراكشر بتاعته، عايز أضربه. فأنا يا إما هضرب مثلا يا إما سوشيال انجينيرنج كامبين على الامبلويز، يا إما هتارجت الانفراستراكشر. الانفراستراكشر دي يا إما فيها اكسبلويت
يا اما فيها اكتشف سوري يا اما فيها مالوير اكسبلويت مالوير، ف يا اما فيها ميس كونفدريشن. فالمهم ان انا لو نجحت ان انا اعمل اي حاجه من الحاجات دي كده انا خدت انيشال اكسس. انيشال اكسس يعني ايه؟ انا لسه داخل المكان لسه ما عملتش اي حاجه. فبتيجي بقى مرحله، تيجي بقى مرحله الاكسكيوشن والكوماند كنترول. انا ببعت البيكون بتاعي او ببعت الايجنت بتاعي في يقعد في الانفايرمنت عشان هو ده اللي هيكوميونيكيت مع الكوماند كنترول سيرفر بتاعي ويستقبل مني المعلومات، هو ده هيبقى الوسيط يعني. فبعد كده هنا بتيجي مرحله البرزيستنس. البرزيستنس بمعنى ايه؟ المعنى اللي انا هعمل مصادر اكتر من مصدر انا ادخل او اخترق بيه النتورك دي. ليه؟ لان انا دلوقتي عرفت ادخل من باب البيت عندكم. طب ماذا لو ان انت اخدت باب البيت بعد كده؟ انا دلوقتي داخل اجيب حاجه وخارج فعايز ادخل كل يوم، ماذا لو انا ايه الباب ده اتقفل ظهرته الكالون مثلا؟ فانا هنا ان انا مثلا دخلت من خلال اكسبلويت معينه في سيرفيس معين، ماذا لو السيرفيس دي حصل اعمل لها ابديت فما بقتش فولنربل للاكسبلويت اللي استخدمتها، ماذا لو هم مسكوا المالوير اللي انا كنت بعته وعملوا له كيل ونضفوا الانفايرمنت من، ماذا لو ماذا لو ماذا لو. فالبرزيستنت اللي انت بتكتر مصادر الاختراق بتاعتك عشان تضمن ان انت تفضل دايما موجود عند التارجت ده. تعمل بقى ريجستري كيز، تعمل بقى اس اس اتش كيز، تعمل اكتر من دومين يوزر، وتعمل اكسبلويتس في كل حته، تزرع باك دورز يعني بتبقى على حسب انت وشطارتك. بعد كده بتعمل بريفليج اسكيليشن. طيب دلوقتي انا داخل بصلاحيات يعني ممكن تبقى قليله، تبقى على حسب طبعا التارجت اللي انت اخترقته يعني. فعايز اعمل بريفليج اسكيليشن عشان اخد اعلى صلاحيات في الانفايرمنت دي، صلاحيات الادمن مثلا ولا صلاحيات الروت. وبعد كده بعمل ديفنس ايفيجن. طبعا الترتيب ده مش لازم يبقى ماشي بنفس السيكونس اللي انا بقول لك عليه ده. فالديفنس ايفيجن بمعنى ان انا هشوف الديفنسيف سكيورتي سوليوشنز اللي عندك. عندك بقى فايروول، عندك انتي فايروس، عندك اي دي ار، عندك سور، عندك سم سوليوشن، عندك اكس دي ار، وابتدي اعمل لهم باي باس عشان اضمن طول ما انا ماشي بعد كده في الرحله محدش هيوقفني ويعترضني. بعد كده الكريدنشال اكسس، انا هحاول اضم بالكريدنشالز اللي موجوده في الانفايرمنت على قد ما اقدر، اجيب اكونتس الناس كلها والباسوردز بتاعتها كلها عشان ادخل على السيستمز بصلاحياتهم. لان انا مثلا لو ان السيرف يعني الانفايرمنت عندي كلها كومبرومايزد بس عندي سيستم مش هي يعني حتى لو انا الادمن مش هدخلني، ما بيفتحش غير بالاكونت بتاع زياد، فانا كده محتاج الاكونت بتاع زياد. فببتدي اعمل كريدنشال اكسس او كريدنشال دامبنج لحد ما اوصل للاكونت بتاع زياد. كل ما عندي يوزرز اكتر معناها بيرميشنز اكتر، معناها احتماليه او اتاحيه للوصول للسيستمز اكتر. بعد كده ببتدي اعمل ديسكفري بقى، خلاص كده انا معايا كل مفاتيح البيت عندك، اشوف بقى البيت ده فيه بيقول ايه، عندكم ايه النهارده. فببتدي ادخل بقى على كل السيرفرز كل السيستمز، اشوف الداتا اللي انا ممكن اخدها، اشوف الاكسس اللي انا ممكن اخده، هل في هوبينج ولا لا. يعني هوبينج يعني ايه؟ يعني انا ادخل من سيستم لسيستم، سيستم يوصلني سيستم تاني، سيرفر او سيرفر يوصلني سيرفر تاني كده. اعمل بقى لترال موفمنت، ابتدي بقى ايه اخد بقى الداتا اللي انا عايزها، ليترال موفمنت والكوليكشن يعني اللي انا اخد الداتا اللي انا عايزها، لو هضرب رانسام وير اضربه وامشي، لو هسحب داتا، لو هعدل في داتا موجوده. مثلا لو انت مثلا ايه استرقت الجامعه بتاعتك ودخلت على ايه سجل ريكورد الدرجات بتاعتك ولا ايه، امتياز 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 امتياز، هو ده هي دي ليترال موفمنت. اللي انت بعد ما افترقت انت بقى جاي تعمل ايه في الليترال موفمنت؟ انت بتشوف بقى انت جاي تعمل ايه، يعني انت داخل اصلا يعني عملت الهليله اللي احنا عمالين بنحكي فيها دي كلها ليه؟ انت عشان هي تسحب داتا، يتعدل في داتا، تمسح داتا. ف لان اي اختراق الامباكت بتاعه لازم هتلاقيه بيأثر في واحد من الثلاثه بتاعه المبادئ الرئيسيه للسايبر سكيورتي اللي هي السي اي اي، اللي هي الكونفيدنشاليتي والانتجريتي والافيلابيليتي. الكونفيدنشاليتي اللي انا بضمن لك سريه البيانات، بمعنى البيانات بتاعتك محدش يقدر يشوفها غيرك او الناس اللي ايه المخوله ان هي تشوفها او المسؤوله انها تشوفها. الانتجريتي ان انا بضمن ان محدش يقدر يعدل في البيانات بتاعتك، سواء البيانات اللي انت عاملها ستور عندي او البيانات اللي انت بتبعتها من خلالي. يعني ما ينفعش في الفيسبوك انت بعت لي مثلا كلمه صباح الخير، ما ينفعش انا توصل لي تصبح على خير كده، في حد في النص انترسبت المسج من نقطه A لنقطه B وعدل فيها وبعتها لي. الافيلابيليتي بمعنى الاتاحيه، بمعنى ان انت ما ينفعش مثلا تدخل الفيسبوك يقول لك والله يا البروفايل بتاعك مش موجود النهارده، عدى علينا وقت تاني. او زي ما ايه اشهر كلمه في مصر بنسمعها لما نروح بنك،
السيستم واقع، السيستم واقع. الله ينور عليك، هي دي الافيلابيليتي، ان ما ينفعش ان انت يبقى ليك حاجه بتاعتك بس شايلها عند حد تاني. باي ذا واي دي مش في مصر بس، يعني ده ترول مش اكتر. فان احنا تيجي تطلب بيانات بتاعتك او حساب بتاعك او اي حاجه خاصه بيك انت، وانا اقول لك ان هي مش موجوده. فاي سايبر اتاك انت هتعمله هيخبط في حاجه من دول، يعني الامباكت بتاعه هيكون حاجه من دول. فبالتالي انت بتعمل لتر موفمنت للكوليكشن، بعد كده بتعمل اكسفلتريشن. اكسفلتريشن لو انت مثلا داخل تخرج الداتا من جوه لبره، او لو انت مثلا داخل تسحب بيانات، او ان انت داخل تعمل اي حاجه، فبيبقى اخر حاجه الاكسفلتريشن والايه والتارجت جولز بتاعتك بس. فهو ده اللايف سايكل الكامله بتاعه السايبر اتاك، سواء عامله اي بي تي او عامله هاكينج جروب معين. تمام، هو بالشكل ده هو يعتبر نفس حرفيا البروسيس او اللايف سايكل بتاع ريد تيمينج اسسمنت عموما، من اول الريكونسنس انك انت تبدا تعمل اكسبلويتيشن بالانيشال اكسس، تدخل جوه بتبدا تعمل سواء بقى بريفليج اسكليشن بيفتن جوه النتورك لحد ما تحقق الهدف بتاعك. فهو يعتبر هدف، ما هو هو الريد تيمينج معمول للريد تيم، من ضمن الاهداف بتاعته الرئيسيه اللي هو بيعملها حاجه اسمها ادفيرسري ايميليشن. Adversary emulation ان انت بتعمل محاكاة او بتقلد نفس التكنيكس للادفيرسري. ادفيرسري اللي هم الهاكرز، اي من كان بقى الهاكرز دول هاكينج جروب، رانسوم وير جروب، اي بي تي، انت بتعمل محاكاة لنفس التكنيكس ونفس الاجراءات بالملي اللي هم بيستخدموها على المكان ده، عشان تشوف هل هم لو تارجتوا المكان ده وجم يضربوه هينجحوا ولا لا. فطبيعي ان انت لازم تستخدم نفس التكنيكس، بنستخدم كمان نفس التولز بتاعتهم على قدر الامكان، يعني لو ما كانش في حاجه يعني ايه ان هاوس ديفلوبمنت. فبتعمل محاكاه لكل حاجه هم بيستخدموها عشان تشوف المكان ده، ما اصل انت ما فيش فرق بينك وبينهم الا حاجه واحده، الحاجه اللي انت هتوصل لها هتبلغها، انما الحاجه اللي هم هيوصلوا لها ياخدوها. فانت عشان كده لازم تكون على قدر الامكان بنفس درجه الكفاءه بتاعته. طيب تمام، ايه هي الجهات المسؤوله عموما عن القبض عليهم او متابعه تطوراتهم او بيحموا نفسهم من الاتاكس ازاي بقى بعد؟ بص يا سيدي، انت عندك، لا قول عشان اتفضل. لا يهمك عادي، هو السؤال بس هو متقسم لجزئين، مين هم الجهات عموما المسؤوله عن ده، تمام، وازاي بيحموا نفسهم بقى بعد كده؟ بص يا سيدي، انت عندك كل دوله فيها جهات قضائية مسؤولة عن الحاجات دي، بيسمى بالـ LEA. الـ LEA اللي هي Law Enforcement Agency أو جهات تطبيق القانون. يعني مثلا عندك في مصر الـ EGCERT. EGCERT هو يعتبر LEA، جهة تطبيق قانون. فـ Overall أو Globally يعني، في بقى مثلا ناس زي الـ Interpol، زي الـ Europol، زي الـ FBI، زي الـ NCA. الـ NCA دي اللي هي National Cyber Security Agency، دي في انجلترا، سوري National Crime Agency. National Cyber Security Agency دي الـ NCA بس بتاعت السعودية، انما الـ NCA بتاعت UK National Crime Agency. في البوليتاي، البوليتاي ده اللي هم جهاز الشرطة البولندي. في اكتر من جهة هي اللي بتبقى مسؤولة عن محاربة الـ APTs دول. وفي زي بيتعمل زي مالتي ناشونال سايبر دريلز، ان الناس دي كلها بقى بتشترك مع بعض عشان يحاربوا اي بي تي واحد. يعني مثلا مش هدخل انا بطويل، لا انا هجيب هجمع بقى الناس دي كلها وهندخل نحارب بقى، زي ما حصل مع لوك بيت من اسبوعين كده، ساعه لما العالم بقى عامل بقى جاستس ليج كده كبيره، FBI على NCA على CIA على الانتربول على اليوروبول على البوليتاي على اكتر من على BTA. بس سميش BTA عشان دي كلمة الماني وعشان طاق، فبس يعني نفس الفكرة بس في المانيا، فمش فاكر في المانيا ولا فلندا. فجمع كل دول، جمعوا مع بعض وعملوا اوبريشن واحدة، كانت طبعا بادارة الانتربول، بادارة اليوروبول والاف بي اي. هم بقى ايه عشان عملوا شات داون للوبيت سي، يعني الشات داون ما خدش اسبوع ولوبيت رجع تاني. فهي دي الجهات المسؤوله عن ان هي ايه السايبر كرايم فايتنج. كان ايه السؤال التاني بقى او الجزء التاني؟
كان عن ازاي بيدفندوا نفسهم، يعني ازاي بيحموا نفسهم من حاجة زي كده. هل نفس ازاي بتحمي نفسك من حاجه زي دي؟ طيب انت دلوقتي عندك، احنا كنا اتفقنا قبل كده ان الاي بي تي عندهم اوبريشن سكيورتي او اوبسك زي السيلز كونكشن والاي بي فلكتويشن والحاجات اللي زي دي والانتي فرنزكس تكنيكس وكده. واحده من ضمن الاسباب اللي بتخلي اللي انت بتخليك تسمع ان في مثلا ممبر او ممبرز في اي بي تي معين اتقبض عليهم هو الاوبسك فيليرز، اللي هم ما عرفوش يطبقوا الاوبسك دي عن جهل بقى عن غرور. في ناس يقول لك يا عم احنا مين هيديفند ورانا، احنا اكبر ناس في الدنيا، ف عن اهمال، فبيحصل اوبسك فيليرز بيخلي ال ال اي ايز يقدروا يقبضوا على الناس دي. واحده كمان من الطرق اللي هو عن طريقها بتقبض عليهم الاي بي تي جروب او الهاكينج جروب عموما هي الهيومن او الهيومن انتليجنس، الهيومنت او الهيومن انتليجنس، اللي انت بتبتدي تعمل سيلف انتليجنس بس على الاشخاص من خلالها تقدر تتبقى. وطبعا بتكومباين معاها ديسيبلينز كتيره من السيلف انتليجنس برينسيبلز، زي مثلا ستوكمنت اللي انت تعمل سوشيال ميديا انتليجنس، زي مثلا السيج انت اللي انت تعمل سيجنتشر انتليجنس، زي اللي انت مثلا تعمل اوساينت اوسنت الاوبن سورس انتليجنس. تقدر تجمع تكنيكس باكتر من طريقه على اساسها انا اقدر اوصل ان الشخص ان الاكونت اللي اسمه اكس اوبريتور ده اسمه زياد وموجود في مصر، موجود في محافظه كذا، في بلد كذا، في عماره رقم كذا، في شارع كذا. فاقوم مبلغ السلطه انا ما انا انترناشونال ايه، يعني يوروبول ده والانتربول هم انترناشونال مش تبع دوله معينه. فانا اقوم مبلغ بقى مصر ان انت عندك واحد اسمه زياد وادي المعلومات عنه وروح اقبضوا عليه. فعشان كده التعاون الدولي في الحته اللي زي دي بيكون بالشكل ده، حد بيهنت وحد بيقبض، وده اللي هو الانترناشونال كولابوريشن يعني. وفي طبعا الليكس والوسيل بلوورز، انت في زي ما اقول لك بتحصل تسريبات من جوه الجروبس ذات نفسها، او ان حد ممكن زي الواد بتاع كونتي ده قرر ان هو هيسرق الدنيا وطالع. زي برضو كان لسه في هاكينج جروب من فتره تقريبا كلوب او كونتي اتفضحوا، يعني اتعرف عنهم كل حاجه، بس ده من الواد ما جالوش بقى سرطان، الواد كان سكران والله العظيم، كان سكران طلع لايف على الانترنت واتكلم انا من كذا واحنا كذا وبنعمل كذا وادي التولز بتاعتنا وادي وادي، هو واحد عندك بس عشان انت فشلت في الاوبريشن سيكيورتي. اللي من ضمنها ان ما ينفعش واحد في الجروب يكون عارف كل المعلومات دي عن بقيه الجروب. فدي كانت حاجه تضحك يعني. عايز اقول لك انا كنت فاتح اللايف وبشوف، انا مش مصدق ان الواد بيتكلم جد يعني، انا كنت فاكر عايز سكران بيهزي بقى، لحد ما سمعت بقى الاخبار بعديها بيومين ان تم القبض على جماعه من فاكر كونتي ولا كلوب، اعتقد كلوب، بس هي كانت في روسيا عموما يعني. فده بسبب ليه انت كده، انت يعني انت يعني كلوب دي برضو يعني من الرانسام وير اوبريتورز التقال قوي، يمكن مكتسحين الساحه مع بلاك باستا وبلاك كات وار ايفل ولوبيت. فتخيل انت تبقى مدوك الناس دي كلها وعامل ملايين الدولارات والجروب كله فضح عشان ما حد كان سكران. فده بسبب ان اوبريشن سكيورتي فيليرز يعني. بس فدي من ضمن الاسباب اللي ممكن نلاقي بسببها ان الممبرز بتوع الاي بي تي او الهاكينج جروبس عموما بيتم القبض عليهم. ده حقيقي، ده حقيقي يعني. انت السوليوشن انت مسيطر عليه، التكنولوجي انت مسيطر عليه، عارفها اولا من اخرها يعني. انت الفارول اللي عندك عمره ما هيعمل حاجه انت ما قلتلوش عليها، وعمره ما هيعمل حاجه انت مش عارف ان هو بيعملها. ليه؟ ما انت معاك دوكيومنتيش، انما البني ادم انت ما تضمنوش. طيب ايه هو الثريت انتليجنس؟ طبيعه شغلكم بتكون عباره عن ايه اصلا؟ بتعملوا ايه؟ وازاي بتعملوا اناليسز على المجموعات دي؟ بنجمعوا التكنيكس بتاعتهم ازاي؟ بص يا سيدي، الثريت انتليجنس هو عباره عن ان انت زي ما قلت لك قبل كده، انت عندك اتاكس بتحصل بره، فانت وظيفتك ان انت تعرف الاتاكس دي، تعرف مين اللي بيعملها، تعرف بيعملوها ازاي، وتعرف ازاي تدفند اجنس الاتاكس دي عن طريق توفير المعلومات الكامله والصوره الكامله للناس دي كلها. لان انتليجنس يعني انفورميشن،
بس information، بص ايه الفرق بين intelligence وال information؟ information بتبقى عشوائية، raw data، مش متصنفة، مش معمول عليها أي process، بتتجاب من أي مصدر، محصلهاش عليه أي validation. أنا بقى بجمع الرو داتا الكبيرة دي وابتدي أعمل لها process وأناليسيس لحد ما أطلعها لإنتليجنس. ليه؟ يعني زي مثلا زي ما أنا قلت دلوقتي، زياد اللي في القاهرة، اللي البابليك اي بي بتاعه كذا، اللي الموبايل بتاعه كذا، بيكلم محمد اللي اللابتوب بتاعه كذا. انا الجمله دي كلها عندي كده اهو، معناها انفورميشن. الانتليجنس اسم السورس زياد، ادي كده الايه، اسم السورس فون ايفون، زياد مع ايفون، اسم السورس لوكيشن زياد في القاهره. فانا ببتدي اعمل بروسيس على كل حاجه وافنطها واعمل لها حاجه اسمها ليبلايزيشن. ليبلايزيشن انا بحط ليبل على كل معلومه، وبعمل كاتيجورايزيشن. مثلا جمع لي الاي بي هات كلها لوحدها، جمع لي مثلا الديفايس اي بي كلها لوحدها، الفيرست نيم كله لوحده، اللاست نيم كله لوحده. فانا خدت رو داتا، جمله كبيره جدا فيها اكتر من نوع من الداتا، يعني فيها اسم وفيها عنوان وفيها لوكيشن وفيها براند تليفون وفيها براند لابتوب، دي جمله كامله. بس انا في الانتليجنس ما ينفعش اتعامل مع الرو داتا، انا لازم اقسمها. لان الانتليجنس انت ممكن بتقول ان مثلا الاتاك ده حصل من مثلا في جروب معين عمل اتاك، انت كسكيورتي ما ينفعش تعمل الكلام ده. لا، انت قول لي السورس اي بي والسورس كود، نوع الابلكيشن، اللغه البروجرام لانجوج مكتوب بيها الابلكيشن، هل هو ويب ولا ديسكتوب ولا موبايل، الريجن اللي هم بيأتاك منه. فانت بالنسبه لك المعلومه لازم تبقى متفصصه عشان تقدر تتعامل مع كل، زي ما قلت لك في السكيورتي اهم حاجه ان انت تتعامل مع كل اتاك فيكتور لوحده بان هو قائم بذاته، ما ينفعش اللي هو تاخدها باللوكشن. فدي وظيفه الانتليجنس. السيرف انتليجنس بتعمل ازاي؟ السيرف انتليجنس ليه لايف سايكل او زي فريم ورك كده. اول حاجه الدايركشن. الدايركشن دي اللي هو الغرض من عمليه السيرف انتليجنس اللي هتحصل دلوقتي، السيرف انتليجنس اناليسيس او ريسيرش اللي هتحصل دلوقتي. هل احنا عندنا فكت معين؟ هل احنا عندنا انسدنت معينه؟ هل احنا عندنا تارجت معين؟ فلازم، طيب لما بنجمع معلومات هنجمع معلومات عن مين وعشان ايه، وهنفضل يعني وهنوقف لحد امتى؟ اصل انت لو انا اديت لك ان انت قلت لك روح جمع لي معلومات عن محمد جمال وما قلتلكش اهل المعلومات وما قلتلكش توقف امتى، هتفضل طول عمرك تجمع معلومات عنه ومش هتجيلي. ليه؟ ما اديت لك بدايه ما اديتكش نهايه. ففي الدايركشن لازم يحصل الكلام ده كله، لازم يحصل الاوبجكتيف من الانجيجمنت دي، ولازم يحصل التارجت والديستنيشن والكلام ده كله. بعد كده ببتدي مرحله الكوليكشن. الكوليكشن اللي هي ايه؟ تجميع المعلومات. انت خلاص انت اديتني تارجت وعرفتني انا عايز ايه بالظبط من التارجت. انا دلوقتي شفت الاكونت بتاع زياد على الفيسبوك، انا عندي تارجت ان انا اعرف زياد العماره اللي ساكن فيها عماره كام كده. فببتدي بقى اشوف زياد واشوف اللوكيشنز اللي راحها وبشوفه وبجمع ومن هنا وهنا صور نزلها واعمل لها اناليسز لحد مثلا ايه وصلت ان زياد في مثلا ايه في المنصوره، ومن هنا لهنا لهنا وصلت ان زياد ممبر في كات دي في جامعه المنصوره مثلا. من هنا لهنا 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 قدرت ان وصلت الكات ان زياد ساكن في الشارع ده. من هنا لهنا لهنا رحت جايب رقم العمارة، بس وقف خلاص، انت مش عايز حاجه تانية، انت وصلت للتارجت بتاعك. عن طريق ايه؟ عن طريق الكوليكشن. بعد كده بقى ايه؟ تيجي مرحله البروسيسنج. البروسيسنج اللي انت بقى شفت بقى الداتا اللي انا جمعتها دي كلها، قسمها وابتدي اتعامل معاها كل واحده فيهم لوحدها، اللوكيشنز لوحدها، يعني مثلا لوكيشن البيت لوحده، لوكيشن الجامعه لوحدها، اسم الستودنت اكتيفيتي اللي هو فيها لوحدها، اسم الكليه لوحدها، اسم زياد ذات نفسه بيتقسم نصين مثلا فيرست نيم ولاست نيم، موبايل تليفونه. فانا كده ايه عملت بروسيس. اعمل بقى اناليسز، ابتدي احلل الاتاك اللي حصل بيزد على الداتا اللي طلعت من البروسيسنج. يعني كل فيز في اللايف سايكل بتاعت السيت انتليجنس بتسلم اللي بعدها، وما ينفعش تعمل واحده من غير اللي قبلها. يعني ما ينفعش تعمل كوليكشن من غير دايركشن. انت بتجمع معلومات عن مين وهتقف امتى وايه نوع المعلومات انت مش عارف. فبعد ما بتعمل اناليسز بتعمل ديسيمينيشن. بقى الديسيمينيشن ان انت بتبتدي تاخد قرار. انت دلوقتي عملت الاناليسز وطلعت بخطوات واضحه وصريحه، عارف زي ايه؟ زي التحريات بتاعه الشرطه.
هما بيعملوا عن شخص تحريات. الديسيمينيشن بقى، هل هو يعني بعد التحريات بيقرر هل هو مذنب ولا مش مذنب، هل هو مشتبه فيه ولا جاني ولا مجني عليه. فبعد كده الفيدباك، الفيدباك بتكون اخر مرحله في مراحل السيلف انتليجنس، بتبتدي تاخد القرار وبتبتدي تشوف هل احنا كده نقفل الانجيجمنت ولا محتاجين نعيدها من اول وجديد. بس انت مش انت ساعات بتسمع مثلا في افلام ومسلسلات بعد التحريات ما تخلص يقولوا التحريات دي مش كفايه، دي بقى مرحله الفيدباك اللي انت بتقول فيها، اللي انت على اساسها قريت كل اللي حصل وعلى اساسها قررت ان هي مش كفايه، فبتقول له ايه عيد تاني من الاول، من اول مثلا ايه مرحله الكوليكشن. ففي الفيدباك دي احنا بنشوف هل الانتليجنس اللي احنا جمعناه، لو احنا مثلا بنعمل اي بي تي سيلف انتليجنس، بنجمع انتليجنس عن اي بي تي معين، في مرحله الفيدباك دي اللي بنقول فيها هل المعلومات دي كفايه نقدر على اساسها نبني ادفيرس ايمينيشن بلان ولا لا المعلومات دي مش كفايه. احنا يا جماعه جمعنا كل التي تي بيز بتاعه الاي بي تي ده، بس لسه ما وصلناش برضه هو الانيشال اكسس بتاعه بياخده ازاي، او البريفليج اسكليشن تكنيك اللي بيستخدمه ازاي، دي معلومه مش كفايه، يلا نروح نهنت تاني على عشان نجيبها بس. فهي دي هو ده اللايف سايكل بتاع الستيت انتليجنس. بنعمله ليه؟ بنعمله لان انت الستيت انتليجنس هو بيبقى عينك وودنك جوه السايبر سبيس، هو اللي بيعرفك الدنيا داير عليه، كلام داير عليه ايه، اللي مثلا ايه البوتنشال اتاكس اللي ممكن تضربك او تضرب البلد اللي انت فيها او تضرب الريجن اللي انت فيه، مين الناس طيب اللي بيعملوا قلق في الريجن عندنا، مين الناس مثلا زي ما قلت لك في البدايه لو انت شغال في البانكينج سيكتور، انت شغال في بنك، مين الناس اللي ممكن تضرب بنك في مصر في دوله في الشرق الاوسط، تعمل بتكبر الرينج، فانت شغال مثلا في اتصالات او اورنج او فودافون او وي، مين الاي بي تيز او الهاكينج جروبس اللي ممكن تضرب تيليكوميونيكيشن اوبريتور في مصر اللي هي دوله في الشرق الاوسط. طيب جمعت مثلا اسم اي بي تيز، الناس دي بتشتغل ازاي، تجمع تي تي بيز، بعد كده تبني رول ديتكشن، انا هحط مصيده بقى لكل واحد فيهم، هبني ديتكشن رول بيزد على التي تي بي اللي انا جمعتها، وعلى اساسها لو حد فيهم فكر يجي عندي انا هعرف على طول اول لما يجي، وده اللي بيقلل التايم تو ديتكت اللي انا كنت قلت لك عليه من البدايه، انا اللي بساعدك تديتكت. تاني حاجه انا اللي بساعدك تريسبونس، ليه؟ لو حصل وبطريقه ما ما قدرتش تعمل الديتكشن بتاعته، انت هتعرف الريسبونس ازاي من جلسه انتليجن، انا اللي بقول لك ازاي الناس دي بتشتغل، ايه التكنيكس اللي هم بيستخدموها، ايه مثلا المالويرز، طبيعه المالويرز اللي هم بيستخدموها، انا اللي بوفر لك مالوير اناليسيس ريبورت المالوير اللي هم بيستخدموه، فانت على اساسه هتفهم المالوير بتاعهم هو شغال ازاي. طبعا كل الكلام ده بسرعه لان الوقت مهم، فتفهم كل يعني تفهم المالوير بتاعهم شغال ازاي وتقدر توقفه لو هم بيستخدموا اكسبلويت معينه، لو هم بيستخدموا مثلا كود معين، فيسكيشن تكنيك معينه، باكر معين. فانا كسيرت انتليجنس اللي بوفر لك كل ده، فانا اقدر اشتغل از باسيف واقدر اشتغل از ان اكتيف. كمان انا اللي بقول لك لو جينا بقى لحته الهانتنج، السيت انتليجنس هانتنج اللي هي الليكس، الليكس دي ممكن تبقى بي سي، البي سي دي اللي هي البيزنس ايميل كومبرومايز، او ممكن تبقى دوكيومنتس، ممكن تبقى داتا، ممكن تبقى كريدنشلز. فانا اللي بقول لك ايه اللي متسرب عندك بره ده، سواء على الانترنت وبره ده سواء تليجرام او الديب ويب عموما، او بره ده سواء الدارك ويب او الدارك نت ماركت بليسز، اللي مثلا انت ممكن تلاقي اللي انت حد اخترق السيستمز بتاعتك، ايا من كان بقى طريقه السيستمز اللي عندك ايه، خد الدوكيومنتس اللي عندك وعرضها في دارك ويب ماركت بليس للبيع. متخيل انت الدوكيومنتس اللي خايف حد يشوفها بقت معروضه للبيع وكل الناس هتشوفها، وفي هاكينج جروبس ممكن تخترق الداتا بتاعتك وتعرضها على الانترنت فور فري ببلاش، مش عايزين منك حاجه، هم عايزين يعملوا شغل، انت بالنسبه لهم التارجت مش مهم، او هم بيفرشوا لنفسهم عشان يبتدي بقى يجي لهم التارجتس المهمه. فانا كسيرت انتليجنس اللي بقى اقول لك الكل ده، فانا بعمل اناليسيس، بعمل ريسيرشنج، وبعمل هانتنج. بس هي دي فكره السيرت انتليجنس ان ناتشرال. يعني حضرتك قلتها يعني بوضوح، خطوات كلها يعني هي ممتعه الحقيقه ورد. طيب تمام، ايه هي اشهر الاتاكس في الفتره الاخيره، والوضع الاول في الربع الاول في 2024 كان الاحوال فيه بالنسبه للاتاكس؟
بص، احنا متعودين دايما ان في كل سنة ان السنين بتبدأ على الهادي، يعني بداية السنة بيبقى على الهادي وبعد كده بالتتابع بتبتدي الدنيا تشد. عايز اقول لك 2024 من قبل ما تيجي وهي يعني جاية بعيالها، يعني حصل اتاك ده واحد من يعني في رأيي من اهم الاتاكس اللي حصلت الفترة الأخيرة، حصل يوم يا 26 يا 27 ديسمبر 2023. خلاص بنقفل السنة يعني، اهو بنوش شت داون. اختراق شركة اسمها يو اي سي اللي هي الترا انتليجنس اند كوميونيكيشنز، اللي اخترقها رانسام وير جروب اسمه بلاك كات، او ليه اسم تاني اي ال بي اتش في. ليه بقى الناس دي، ليه الناس دي مهمة؟ مش شركة انتليجنس وكوميونيكيشن عادية، ده واحد من أهم الانتليجنس كونتراكتور للحكومة المصرية. سوري، يا نهار أزرق، لا لا ما أنتش جابوله، للحكومة الأمريكية وللمخابرات الأمريكية وللجيش الأمريكي. زي ما أنت بتشوف في الأفلام، مثلا في عملية في الـ FBI والـCIA، بتشوف بقى معاهم أجهزة تنصت وأجهزة استطلاع وأجهزة الحاجات دي، يعني حاجات من شبه الكلام ده. يو اي سي من ضمن الشركات اللي بتدي للجيش الامريكي الاجهزه دي. فبلاك كات قدروا يخترقوا الشركه دي وسربوا دوكيمنتس غايه في السريه عن طريق تعاملات الشركه دي مع الشركه مع الحكومه الامريكيه، تحويلات البنوك، التفاصيل التقنيه للاجهزه اللي زودتها الشركه دي بالجيش الامريكي، الترددات اللي بيشتغلوا عليها، تفاصيل التكنولوجيا اللي شغاله بيها، وصلت لحتى التفاصيل الاوبريتنج سيستم اللي شغاله على الجهاز دي. فده واحد كان من اكبر الناشونال سيكيورتي بريتشز او الاختراقات الامنيه اللي بتهدد امن قومي الدوله الفتره اللي فاتت. يمكن مش ناس كتير سمعت عنه، بس ده بلاك كات عملت كده ليه؟ عشان كان قبليها باسبوعين او بأسبوع او 10 ايام، قبلها كان بمده قليله قوي يعني، الانتربول والاف بي اي والسي اي اي برضه عملوا نفس الفيلم بتاع سرقه العداله ده، وراحوا عملوا اخترقوا البلوج بتاع بلاك كات على الدارك ويب ونزل. هم بلاك كات هي رانسام وير اوبريتور، هم كل وظيفتهم ان هم بيضربوا الناس برانسام وير ويبتزوهم عشان الفلوس. فنشروا الديكريبشن كيز والديكريبشن تولز بتاعت الرانسام وير في اي حد يا جماعه مضروب بلاك هات، وكانت بلاك سوري بلاك كات، وكانت بلاك كات بتبتزه، ده الديكريبشن كي، خد ياد فك الداتا بتاعتك وافرح عيش حياتك، جبناك حقك. فده كانت عمليه زي ريفنج كده، سايبر ريفنج عن اللي حصل فيهم، وبلاك كات رجعت تاني على فكره يعني. فالمشكله الانتربول واليوروبول والسي اي اي والاف بي اي والناس دي ان هم بيفرحوا قوي اول ما يخلصوا الحاجه، بس ما يكونوش مأمنين ظهرهم. يعني عايز اقول لك، انا يوم لما من اسبوعين كده، يوم لما عملوه فلوب بيب، كانت في دي مسرحيه، طلع وقال لك واحنا اللي عملنا واحنا اللي سوينا. ظهر في اسبوع لوب بيب رجعت وحط التهديد صريح للاف بي اي ان الفتره الجايه هتبقى في اختراقات بالتارجت اهي. فعشان كده ده كان واحد من التاكس اللي حصلت اولموست في بداية السنة. جه بعديها على طول البريتش بتاع زي ما قلت لك بتاع لوبيت والشوت داون بتاعها، دي كانت واحدة برضو من السايبر تريز الكبيرة جدا اللي كان بقالنا فترة كبيرة ما شفناهوش. في Q3 الكوارتر التالت، في الربع التالت في 2023، حصل برضو سايبر مالتي ناشونال سايبر دريل كبيره جدا، كان اسمها داك هانت. عشان الناس دي اللي انا قلت لك عليهم كلهم، بص انت اي ايه اي طلعه هتلاقي فيها الناس دي، اف بي اي والانتربول واليوروبول والسي اي اي والان سي اي والبوليتاي والكلام ده، عشان كانوا بيعملوا شات داون الانفراستراكشر بتاعت مالوير مشهور جدا اسمه كات بوت. فكات بوت ده انا عايز اقول لك كان داخل في اي حاجه، جاي معاك في اي حاجه، يعني كان رانسام وير تلاقي، دروبر تلاقي، انفو ستيلر تلاقي، بنك تروجن تلاقي، كان يعني كان بيشتغل كل حاجه، كان مشترك. فكان عامل مصايب كبيره جدا، وكان الناس بتستخدمه في اوبريشنز كبيره وبيجيبوا منها فلوس كتيره جدا. فايه جمعت مع بعض ايه كده فرقه العداله وطلعت على كات بوت، وفي يعني كان شهر 8 تقريبا، وعملوا له شات داون كده.
الحقيقة ما تابعتش الموضوع، ما عرفتش كات بوت رجع تاني ولا لأ. فدي أمثلة من بداية السنة الجميلة يعني. طيب تمام، في اتاكس مشهوره قوي حصلت على منظمات في الوطن العربي، وهل في اي بي تيز اصلا مشهوره او على الساحه بشكل كبير في الوطن العربي؟ من الوطن العربي ولا بيضربوا في الوطن العربي؟ من الوطن العربي مفيش حد مشهور غير يعني احنا لو اعتبرنا السودان دولة عربية ففي أنونيم من السودان، أو يعني هم بيقولوا إن هم يعني إيه تابعين للدولة دي رغم إن أنا أشك. في ستيلز فالكون في الإمارات، في 2 APTs كده في تونس اسمهم حاجة جيرك، يعني هي جيرك ده أو جارلك دي الكلمة التانية أو أنا مش فاكرها، بس دول يعني إيه دول على الهادي على الأبيض يعني. بس يمكن أتقل اللي موجودين حاليا هم ستيلز فالكون وأنونيم السودان. أما بقى على الإنزنس اللي هتحصل في الوطن العربي، يمكن لسه نص السنة اللي فاتت أو آخرها حصل بريتش، فول بريتش لوزارة المالية الكويتية، والداتا بتاعتها في البداية كانت معروضة للبيع ببلاش يعني، يعني معروضة الأول ببلاش، سوري الأول كانت معروضة للبيع وبعد كده اتسربت وبقت فور فري. وكان في كذا حاجة في كذا حتة، بس اللي هو إيه عشان يعني في حاجات مش هينفع أقولها أو أدي تفاصيل عنها، بس في حاجات الفترة اللي فيها أنا بقول لك من بعد موضوع 7 أكتوبر وبقى في انترست كبير جدا بالميدل ايست وبعض الدول في الميدل ايست، وللأسف في دول منهم يعني في مصر انكلودنج الدول اللي الناس بقت مهتمة بيها في المجال ده. طيب استكسنت هو واحد من اشهر السايبر اتاكس اللي حصلت في ميدل ايست بالتاكيد، زي ما قلنا في بدايه الحلقه ان هو يعتبر اول سايبر وورفير اتاك حصل بمعنى الحال يعني. في تصريحات صحيفه فوكس كرانت، ايه اللي تم بقى بالتحديد؟ ازاي قدروا يخبوا الحقيقه المده دي كلها؟ بص هو كده كده أي عملية أمنية بتتم وعملت أي إمباكت أمني على الدولة سواء هي نجحت أو ما نجحتش، فهي بيبقى للدولة كل الأحقية في الإفراج عن الوثائق عن المعلومات دي. بس استاكسنت يعني إيه اتكلموا عنها من البداية ليه؟ لأن هي أولا هي ما كانتش أول APT أتاك، أو ما كانتش أول حاجة يعني، يعني كان في حاجات غيرها بس كانت هتذكر يعني او ما عملتش امباكت الخطير اللي ساكسنت عملته. لان كان اول مره نشوف زي ما دي كانت بقى ايه، ممكن تقدر تشوف دي او ممكن تقدر تقول دي كانت بدايه المودرن سايبر وورفير. دي كانت بدايه زي ما قلت لك لما دوله تحب تضرب دوله يعني من غير ولا عسكري ولا رصاصه ولا بندقيه، انا ممكن ارقع الدوله كلها عن طريق فيروس ورم. فعشان كده الموضوع خد صدى كبير جدا. لان بص التكنولوجي كلها تتضرب حاجه، والاي سي اس والاو تي دول لما يتضربوا حاجه تانية يعني، انا اضرب سيرفرات اضرب نتورك راوترات، انما اضرب خطوط انتاج اضرب وحدات رفع اضرب خطوط ميه الحاجات دي كلها. بص اي تكنولوجي غير الاي يعني اي بص الاي تي اي امباكت اي سايبر امباكت في الغالب هيبقى برضو تكنولوجي امباكت، اي سايبر اتاك هيبقى ليه تكنولوجي امباكت، انما الاو تي والاي سي اس في الغالب الامباكت بتاعها هيكون فيزيكال امباكت. بمعنى انا لو دلوقتي عملت اتاك على بنك، فانا ايه الامباكت اللي ممكن اعمله؟ يا اما هاخد فلوس، يا اما مثلا ممكن اوقع لك الاي تي ام سيستم بتاعت البنك. انما انت كزياد انت تاثرت بحاجه، تأثرت بحاجة. إنما أنا لو عملت أتاك على محطة كهرباء، أنا هخلي المدينة كلها ضلمة. فلو عملت أتاك مثلا على، أقول لك على حاجة، في 2021 حصل أتاك ده ميجر سايبر أتاك على إيران، بالتحديد على طهران دي أعتقد العاصمة هناك، على السبلاي لاينز بتاعة الغاز البترول يعني. ف
فده أدى إن طهران قعدت تقريبا almost 8 ساعات. طهران يعني مكان زي القاهرة كده، مكان مركز زي القاهرة، محطة البنزين كلها فيه مش شغال. فعايز أقولك، فاكر أيام 2013 اللي هي ما كان بيحصل عندنا مشكلة في محطات البنزين، والناس بقى بتقعد في البنزينة بالأربع والخمس ساعات؟ ده اللي حصل بالظبط في طهران، عشان كان سايبر اتاك كانت عاملة الكيان يعني عليها، لأن إيران والكيان أكتر اتنين بيدبوا في بعض منذ قديم الأزل. فده ده دي ده شكل التاكس بتاعت الاي سي اس والاوتي. التاكس تشيل دولة يعني، اصل هي اتاك يا على مية يا على كهرباء يا على طاقة يا على كوميونيكيشنز. فالتاكس تقدر تأثر عليك انت في الشكل الحقيقي، مش في الديجيتال سبيس بتاعتك. طبعا انا ما يعني ما بقولش ان مش ما فيش اي تي سايبر اتاكس ما بتأثرش في الحياة. طب ما انت ممكن محطة الكهرباء تكون مربوطة بسيرفر، بس السيرفر برضه في الآخر إيه؟ هو أي تي، هو انفورميشن تكنولوجي، مش أو تي يعني، مش سكادا، مش بي ال سي، مش اتش ام اي، مش نوع الديفايسز دي. فأه عشان كده قلت لك في الغالب تأثيرها ديجيتال، بس ممكن يبقى تأثيرها فيزيكال برضه. فعشان كده دي كانت حاجة برضو يعني الاتاك بتاع طهران ده. برضو في 2020 2021 حاجة من الحاجات دي، ايران ضربت محطة من محطات المياه الرئيسية في الكيان. فده ادى لايه؟ لمشاكل عندهم يعني في المياه لمدة ساعتين ثلاثة كده. راح الكيان عشان يرد، راح ضرب ميناء الشهيد مش عارف ايه كده يعني، ميناء اساسي عندهم زي ميناء اسكندريه عندنا كده وزي ميناء بورسعيد. ضرب السيستم المسؤول عن حركه الملح، فده ادى لتعطل حركه السفن في الميناء لمده 3 ايام. تخيل انت مثلا عندك قناه السويس، فاكر لما السفينه جت بالعرض في قناة السويس وحركة الملاحة اتعطلت؟ ده اللي حصل بالظبط في الميناء هناك، ميناء الشهيد رجائي تقريبا أو حاجة زي كده. ليه؟ بسبب إن السيستمز اللي تقول مثلا السفينة دي تعدي، السفينة دي ما تعديش، حمولتها قد إيه، دفعت الجمارك ولا لأ، كل السيستم ده وقع. فبالتالي أنا ما أقدرش أعدي السفينة دي من عندي. فدي ده شكل الأتاكس بتاعت الـ OT والـ ICS وكده. فعشان كده انا برضو بشوف ان مجال الاي سي اس والاو تي اكتر، او يعني تاثيره اكبر من تاثير الاي تي بشويه. ايه هي اكبر المالتي ناشونال سايبر ديلز اللي حصل على مر التاريخ بقى، يعني مش شرط الفتره الاخيره؟ على مر التاريخ ما استكشفت كسايبر ديل، لان انا مش دوله واحده اللي كانت قايمه بيها. بس خلي بالك، السايبر ديل مش اللي هو ايه، مش دايما فرقة العدالة تطلع تنقذ الكوكب. فرقة العدالة ممكن تطلع تدمر الكوكب على دماغنا، دماغ الفلفلونة يعني. أنا عايز أقول لك، كان في مصادر بتقول إن ستاكسنت لو كانت خرجت عن السيطرة المفاعل كان ممكن ينفجر، لأن بدل ما كانت تعطل وحدات الطرد المركزي أو وحدات الرفع، كانت ممكن تجار في الإيرادات بتاعتها يحصل لحاجة زي تشيرنوبل على الضيق كده. فعشان كده السايبر ديل هي دايما بتطلع تخدم مصالح فرقه العداله دي. مصالح فرقه العداله دي جايه معاها الفتره دي بالشو، باللي هو عايزين يعيشوا ايه، حلم كابتن امريكا اللي هم عايزين دايما بيصدروه لنا، ان احنا اللي بنحمي الكوكب من الاشرار وكده. انما لما بتيجي على مصلحتنا، نفس التجميعه دي بتتجمع تاني عشان برضو ايه، تنفذ المصلحه دي. فعشان يمكن اكبر سايبر ديل اللي انا شايفه هو ستاكسنت. بعديها بقى الحاجات اللي انا قلت لك عليها، يعني مثلا كاك بوت ده كان كبير جدا، سايبر دريل كبير جدا، والسايبر دريل بتاعت لوكت كان سايبر دريل عملاقه، تقريبا مفيش حد في الدنيا ما شاركش فيه، اللي هي كانت لسه من اسبوعين دي. فيها تاكس شبيهة بالساكس نت حصلت قبل كده؟ اتاكس شبيهة بالساكس نت هو يمكن اكتر اتاكس انا قلت لك عليها، اللي هي بتاعت ايرون، اللي هو سواء محطات الغاز او الميناء.
اتاكس على مفاعلات نوويه، سايبر اتاكس ما سمعتش، ماي باد يعني، ممكن يكون بسبب انا اللي ما قريتش زياده في الموضوع، بس ما سمعتش. بس حتى لو ما قريتش في الموضوع والموضوع كان فايرال، فيعني في كنا هنتكابل فيه. بس على مفاعلات نوويه لا، بس على كريتيكال انفراستراكشر في الدوله فيه، ويمكن اكثر نسبه تضرب زي كده هي ايران. تمام. طيب ايه اللي بيفرق الحكومات التانية عن الحكومات العربية والاهتمام بالسايبر سيكيورتي عموما، او انها يكون ليها دور في السايبر وورفير نفسها؟ وفي اصلا سايبر ارمي في الوطن العربي؟ في دول عندها سايبر ارمي؟ يعني بقى صارت البلا والجد. ماشي. بص، احنا لو اتكلمنا بمنظور من فوق كده، في حكومات دول عربية كتيرة، مش هذكر أسامي معينة، بس هي مفضلة إن هي تبقى رد فعل، ما تبقاش فعل. يعني مفضلة إن هي إيه، ما يبقاش عندها الأوفنسيف باور، مهتمة بالديفنسيف باور. يا يعني عم احنا خلينا في حالنا، ولا تيجي عليا ولا اجي عليك. وفي حكومات تانية مهتمة بأكتر بالأوفنسيف باور، حكومات عربية. وفي حكومات بقى تالتة، ولا دي ولا دي، عايشين على الأبيض بقى كده، إيه عشان عليك يا رب، ولا مش جايين معانا أصلا في اللي احنا بنحكي فيه. ودول أكتر ناس بيحصل عندهم سايبر أتاكس، لأن الناس كلها، الدول كلها عرفت. خلي بالك السايبر سبيس كله قد كده، كله بيحكي بكله. وانت احنا قاعدين اهو ومفنطين مين اتقل، مثلا اي بي تيز موجودين في العالم، موجودين في انهي دول واسمهم ايه، احنا قاعدين في قارة تانية اصلا. فكل الدول دلوقتي بقت عارفة مين بقى الدول القوية اللي احنا لو هنتارجت حد فيهم فعلا، لا لازم هنبذل مجهود جامد. ومين الدولة، مين الدولة اللي لو صبحنا عليها خلاص احنا اخترقناها. انا عايز اقول لك يعني، لحد وقت قريب قبل الحرب، ولحد وقت الحرب ذات نفسه، يعني الـ APTs في روسيا لما كانوا بيحبوا يتمرنوا كانوا بيخترقوا أوكرانيا، كانوا عايزين أوكرانيا لاب بيجربوا فيه. ف لدرجة إن إيه، مش كل الـ Operations كانت بتتنشر من كتر ما هي كتيرة. فعشان كده خلاص، ليه؟ عشان يتعرف إن أوكرانيا ما عندهاش السايبر باور، لا الأوفنسيف ولا الديفنسيف. فزي ما برضو بعض الدول العربية مشهورة بكده يعني. فعكس بقى الحكومات بره، في بعض الدول او اغلب الدول هي مهتمه ان هم يبقى عندهم التو اوبشنز محطوطين على الترابيزه. يعني انا ههتم بالديفنسيف، لان طبيعي اي دوله بتهتم تحمي نفسها. في نفس الوقت انا هيكون عندي اوفنسيف باور، انا مش هستخدمها بس هطلعها وقت اللزوم. زي ما انت مثلا يكون عندك في البيت كده سلاح شايله، انت ما بتضربش بيه حد، بس السلاح ممكن يطلع في أي وقت انت ممكن تحتاجه فيه. فده اللي بيفرق البعض عن البعض. بس في ناس، في بعض الحكومات العربية محققة إنجاز كبير جدا، لا يذكر فعلا، مقارنة حتى ببعض الدول الأوروبية. يعني أنا عايز أقول لك، وده من غير بقى تفضيل، من غير أي حاجة، مصر والسعودية والإمارات، التكنيكال كابابيلتيز اللي فيهم، والتكنيكال اللي هو السايبر سيكيورتي ارسنال اللي عندهم، ممكن مش موجود عند دولة زي السويد، مش موجود عند دولة زي اوكرانيا، المفروض ان هي واحدة من الدول الكويسة في اوروبا، مش موجودة في دول كبيرة كمان. فده ليه؟ عشان ايه، الناس خلاص كلها دلوقتي عرفت. الناس، هو ايه اللي كان بيخلي ان اي دوله مستواها وحش؟ هل هي مش عارفه عن السايبر اتاكس؟ هل هي مش عارفه عن السايبر سكيورتي؟ بس ما كانتش متخيله ان هو ممكن لو في اي سايبر اتاك يعمل امباكت قد ايه في البلد عندي. بس من اول لما بدات السايبر وورفير بمفهومها الجديد، كان من ساعه ستاكسنت، وكل دوله قالت ما هو زي ما حصل في ايران ممكن يحصل عندي، ومش شرط على المفاعل النووي بس، ممكن يحصل على اي حاجه. ما زي ما وصلوا لايران، وصلوا لاكتر مكان متامن في ايران، يعني مكان مفاعل نووي متامن اكتر من بيت شاه ايران نفسه، وقدروا يوصلوا. ومش دوله واحده، لا دي مجموعه دول، وكان فيها تعاون ما بينهم. يعني طب ما هو نفس الكلام ممكن يحصل عندي، ده لسان حال كل دوله بقى بعد كده في العالم.
ومن هنا بدأ كل الناس تطور وتحط سايبر ارمز، تدرب ناس في الجيش، تدرب ناس في الجيش لو الدولة هتشتغل بشكل رسمي، والاي بي تيز لو ايه يعني مش هيشتغلوا بشكل رسمي يعني، او يشيلوا الديرتي ورك عنهم يعني. يمكن ده اللي غير، بس بتفرق بقى كل دولة مستعدة تهتم بقد ايه، هتنفست في الموضوع ده بأنهي قدر. هل انت هتعتبره حاجة سنوية اللي هو ايه لو اتبقى معايا فلوس هعملها، ولا انت بتعتبره ان انت ممكن تقطع من اكلك وشربك عشان بس تطور حاجة زي كده. فبصراحة مصر والسعودية والإمارات من الناس اللي فهموا الليلة من بدري خالص وبدأوا يشتغلوا عليه، يمكن ومفيش حد فيهم يعني أقول لك أحسن من التاني، كل واحد فيهم كويس في يعني لما تيجي تبص على الجلوبال سايبر سيكيورتي اندكس وتيجي تقارن ما بين السعودية ومصر والإمارات، هتلاقي في بوينتس مصر متفوقة عن الإمارات فيها، في بوينتس السعودية متفوقة عن مصر، في بوينتس مصر متفوقة عن السعودية، في بوينتس السعودية متفوقة عليهم من الاثنين، في بوينتس مصر متفوقة عليهم من الاثنين. فما تقدرش تقول ان واحدة فيهم فرق جامد عن التانية. طبعا في بعض الفروقات نتيجة بعض الفروقات يعني في الاويرنس وفي الامكانيات وفي كل حاجة، بس ما تقدرش تقول ان الوضع في دولة فيهم مزري. وعشان كده انت ما بتسمعش فيهم كمية الانزنس اللي بتسمعها في دول تانية. فبالنسبة لوجود بقى سايبر أرميز في الوطن العربي، ما سمعتش عن حد الفترة الأخيرة غير ستيلز فالكون بتوع الإمارات اللي أنا قلتلك عليهم، فممكن يكون موجود بس ما ظهروش لحد دلوقتي. ممكن يكون زي ما قلت لك موجودين مش هيطلعوا غير الوقت الحاجة، لكن از سايبر أرمي كدولة بتدعم لا. تمام ماشي. طيب قصة إدوارد ستودن نقلة نوعية مفهومنا عموما عن البرايفسي أو إمكانية إن حد يقدر يأكسس الداتا بتاعتنا، مع كل الحكومات للحكومة الأمريكية كانت بتقدر تجمعه أو تأكسس عليه من معلومات عن الشعب بتاعها بالشكل ده، هي حرفيا كانت بتقدر تعمل الحاجة اللي هي أصلا illegal في منظور أي حد فينا، اللي هي نفس الحاجة اللي بتعملها الـ EBTs. فكده ايه فرق الاي بي تيز عن الحكومات دي، وعلى اي اساس بيتم تصنيف الاي بي تيز دي او بيتم استدراجهم على القوانين؟ قلت لك فكرة إن أنت تقول على حاجة ليجل أو مش ليجل على حسب منظورك أنت واقف فيه. يعني أنت لو من الشعب الأمريكي هتشوف إن اللي حصل إزاي ومش إزاي وده اختراق للقانون ومش ليجل والكلام ده. لو أنت كنت من السي أي إيه كنت هتشوف إن ده بروسيجر إحنا مضطرين ليه عشان أمن البلد، عشان محدش يتزرع وسطنا وسط مدنيين عاديين، خصوصا بعد هجمات 11 سبتمبر واللي ممكن يحصل فانت هتشوفها هتلاقي عندك تبرير يقول لك ان حصل ده ليجل. ولو انت فكرت بالمواطن هتلاقي عندك تبرير يقول لك ان حصل ده مش ليجل. ففكره الليجل او مش ليجل زي فكره الثروه والشعب كده يعني، مش مطلق، بتبقى على حسب الزاويه اللي انت واقف فيها. تاني حاجه بالنسبه للي حصل مع سنودن والتسريبات واختراق الخصوصيه والكلام ده، الكلام ده بيحصل كل يوم وبقى بيحصل فور فري، اللي هي فكره الانفو ستيلرز. وهنا دلوقتي انت دلوقتي اتضربت الانفو ستيلر، راح مسرب كل الداتا بتاعتك على الانترنت، على الدارك ويب، على التليجرام. فالداتا دي عباره عن ايه؟ هي عباره عن اكسس كريدنشلز، كريدنشلز للجامعه بتاعتك، كريدنشلز ممكن لو انت حاطط في بيتك اي بي كامز للمراقبه والكلام ده. طب ما انا هاخد الكريدنشال دي واخش، انا كده فتحت الكاميرا اللي جوه البيت. طب هو مش ده نفس اللي كان بيعمله بريزم اللي هو البروجكت اللي فضح سنودن؟ مش كان بيخترق من ضمن الكاميرات بتاعته ان هو يخترق الكاميرات ويقدر يشوف بيوت الناس والكلام ده؟ طب ما الكلام ده بقى متوفر دلوقتي فور في العيال الصغيره تقدر تعمله. ف الكريدنشلز او الاكسس اللي انت ممكن يكون تسربوا لك من الانفو ستيلر ممكن يكون الحساب البنكي بتاعك، الانترنت بانكينج بتاعك. فانا ممكن ادخل اشوف انت البنك اكونت بتاعك فيه قد ايه، واحول واستقبل باسمك والدنيا تمام. هو مش ممكن يبقى ايميلك، مش ممكن يبقى ايميل شغلك. والحاجات دي كلها اوريدي احنا بنلاقيها في اللوجز بتاعت الانفو ستيلرز. فطب انا ممكن ادخل على شغلك، ده انا مش هسرق الداتا بتاعتك، ده انا هسرق الداتا بتاع الشركه كلها. ليه؟ انت لو حد مثلا مهم في الشركه فانت مثلا محطوط في الايميلات او محطوط في الثريدز كل حاجه، مثلا في التعاملات اللي بره، في الكوميونيكيشن مع السي او، في الانترنال كوميونيكيشنز، مثلا
كنت باعت ميل بيحكي في تفاصيل معينة في مشاريع سرية كنت بشتغل فيها أو مواصلات، كمان هقرا كل ده وأنا ممكن أبقى طفل صغير أصلا قاعد في البيت بس اللوج بتاعك واقع قصادي. ففتحته وقلت إيه، قلت أجرب. فبريزن بقى 100 مليون بريزن، بقى 100 مليار بريزن، وبإمكانيات مختلفة. فعشان كده لو سنودن قرر دلوقتي تاني ومش عارف يعمل اللي هو يعمله، سواء هيفضح ايه يعني، كل الموضوع ما بقاش سنترلايزد بس على امريكا، الموضوع زي ما قلت لك الانفو ستيلرز هي كارثه. ليه؟ كل ما بقاش فيه، انا ضربت لك واحده من المبادئ الاساسيه في السايبر سيكيورتي، الكونفيدنشاليتي. انت ما بقاش في حاجه اسمها سريه، انت مجرد لما تضرب انفو ستيلر كانك فتحت تيم فيور على جهازك وحطيته للعالم كله، كل الناس دلوقتي داخله على جهازك بتشوف انت بياناتك، بقى بيانات الجامعة والمدرسة والبنك والوظيفة والشغل وكل حاجة. فعشان كده البرايفسي هي أكتر حاجة بتعاني الفترة دي، كان أكتر حاجة بيحصل عليها سايبر اتاكس، أكتر حاجة الناس بتبذل مجهود كبير عشان تحط لها ميتيجيشن عشان ما تخترقش. بس في الأول وفي الآخر طول ما بيحصل ايفولوشن في السايبر اتاكس، يعني احنا الفترة يعني السنين اللي فاتت ما كناش نسمع عن الانفوستيلر مال ويرس، كان كده لنا حاجات بسيطة يعني، انما دلوقتي بقى بيزنس وبيزنس كبير وبيحقق ملايين وبيؤدي الى اختراق زي ما قلت لك. يعني دي من ضمن مثلا الحاجات اللي انت كشركة لو اختراقت بسببها ما اقدرش اجي الومك واقول لك ان انت مش ان انت عامل حاجة غلط. ليه؟ لان زياد شغال في شركة، وانا كان انا اشتريت او انا لقيت اللوجز بتاعت زياد في انفو ستيلر لوجز، فدخلت على الميل بتاع شركه باكونت زياد، اكونت طبيعي هو الميل، ولا اخترق ولا كان فيه ثغره ولا كان فيه اي حاجه، ودخلت على السيرفر بتاع الشركه باكونت زياد، السيرفر ولا اخترق ولا كان فيه ثغره ولا كان فيه حاجه مش موجوده في مكانها. طب ما انا بقيت انت، يبقى الشركه قصرت في ايه؟ طبعا في حاجات تانية تتعمل عشان ديتكشن يحصل، او عشان ان انا اتكت، حتى لو عايز اتكت ان اللي فاتح اكونت زياد مش هو زياد ذات نفسه. في اكونت يعني في يوزر بيهيفير اناليتكس وفي حاجات كتيره بتحصل، بس انا قصدي الموضوع بقى اصعب وبيحط الناس اللي شغاله في الديفنسيف سيكيورتي قدام تحديات هم ما كانوش متعودين عليها السنين اللي فاتت، وبيقابلوا مخاطر هم ما كانوش اصلا عقلهم يجيبها ان هي ممكن تبقى موجوده. فيمكن بريزم أقل بكتير جدا جدا خطورة من اللي احنا بنعيشه الفترة دي، واللي هيحصل كمان واللي بنعيشه دلوقتي هيبقى أقل خطورة من اللي هيحصل كمان كام سنة. بلاس كاتشو، بس ايه أشهر الشركات اللي بتشتغل في السويت انتل، وايه الخبرة المطلوبة اصلا من الشخص عشان يشتغل في نقطة زي دي؟ في عندك ماركت ليدز بصراحة في السويت انتليجنس، عندك مثلا زي ريكورد فيوتشر، عندك فلاش بوينت، عندك جروب اي بي، عندك كاسبريسكي، عندك فاير اي، عندك واحده من الماركت ليدرز بصراحه، واللي للاسف هي ماركت ليدرز لان هي للاسف طبعا الناس اللي جنبنا، اسمها سيف جيل تبع الكان، دي برضو واحده من الشركات الثقيله قوي 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 في مجال السايبر سيكيورتي، خصوصا في مجال الدارك ويب انتليجنس. فدول يمكن الماركت عندك برضو في زيرو فوكس، كان دول اللي انا عارفهم او جايين حاضرين على بالي دلوقتي، بس دول الماركت ليدرز يعني. ايه بقى ايه السكيلز المطلوبه عشان الواحد يشتغل في الفيلد ده؟ اول حاجه ان انت يكون عندك باشن في السايبر سيكيورتي، ان انت تكون مهتم دايما، انت راس مالك از سيلف انتليجنس، ان انت تكون عارف الثريت عشان تعرف تجيب الانتليجنس. فانت لو مش عارف الثريت مش هتعرف تجيب الانتليجنس، فمعرفتك بالثريت مفيش حاجه معينه تعرفك الثريت، اللي بيعرفك الثريت هو اهتمامك باللي بيحصل، ان انت تكون تقرا دايما على التاكس، تشوف كل شويه، تعمل زي جيوغرافيك ماب كده، كل دوله مين اهم الابيتيز اللي فيها، الهاكينج جروبس اللي فيها، تكون دايما متابع دايما الاختراقات اللي بتحصل، مالويرز الجديده اللي بتطلع، تقرا مالوير اناليسز ريبورتس كتيره عشان تعرف برضو التي تي بيز، من التي تي بيز بنعملها اكستراكت من المالوير. ف واحده يعني من ضمن المصادر مش كل المصادر. فاللي بيعرفك السريت هو اهتمامك، فده الجزء النون تكنيكال.
الجزء التكنيكال هو جزء الانتليجنس، فان انت ازاي تكون بتتعامل او عندك القدره ان انت تتعامل مع انواع داتا كتير. زي ما انا قلت لك، انت ممكن يكون في اسم وعنوان وتليفون واي دي نمبر وموبايل ديفايس، فدي انواع داتا كتير. فنفس الكلام برضو، الداتا ممكن تكون جايه لي في فورماتس كتيره، زي ممكن يكون بعت لي الداتا في جيسون، ممكن يكون الداتا مكتوبه رو داتا تكست كده بلين تكست، ممكن يكون جافا سكريبت، ممكن تكون اتش تي ام ال، ممكن يكون بايثون، بيرل، بي اتش بي، ايا ما كان الداتا موجوده ازاي، او ايا كان الداتا متخزنه في انهي صوره، ممكن اكس ام ال، ممكن اي حاجه. ان انت تكون عندك الداتا اناليتكس سكيلز اللي تخليك تقدر تتعامل مع كل الداتا دي، كل الانواع دي، وانك تعمل لهم كلهم بروسيس واناليسز وتوصلهم ان هم يبقوا مكتوبين بصوره هي دي الصوره الخاصه بتاعه السيستم انتليجنس. في داتا تايب معينه احنا بنستخدمها في السيستم انتليجنس عشان نحول كل العشوائيه اللي انا بقولها لك للغه سهل ان هي يحصل لها انتليجنس شيرنج، اللي هي داتا تايب اسمها ستكس، اللي هي ستكس اللي هي اختصار ستراكشر ثريت انفورميشن اكسشينج. ده بان انا بخلي الانتليجنس مكتوب بشكل ثابت او بشكل واحد. طب ده بيوصل ازاي؟ بيوصل ان انا بعمل زي ترانسليشن لكل الداتا تايبس اللي جايه لي، اللي انا جمعت بيها الداتا او جمعت بيها الانتليجنس عن الثريد ده. الداتا دي ممكن تبقى صور، ممكن تبقى زي ما انت جيسون جيسون كود اكس ام ال، ممكن تبقى اتش تي ام ال، ممكن تبقى بلين تكست. بحول كل ده بقى لستكس، بيكون مكتوب هو من اسمه كده structured threat information او threat intelligence. في ناس بتقول على الاي دي انفورميشن، في ناس بتقول على intelligence exchange. فانا بحول الموضوع ده كل العشوائيه دي كلها structured information قابله للاكسشينج. فان انت تكون برضو فاهم ازاي الستكس دي بتتعمل، يكون عندك الريسيرشنج سكيلز ان انت تريسيرش بنفسك او تهنت بنفسك عن ثريت معين. طبعا باختلاف مهارات الريسيرشنج كلها، سواء اللي انت بتعمل انتليجنس ريسيرشنج على الانترنت، بتعمل انتليجنس ريسيرشنج على الديب ويب او على الدارك ويب، تعمل مالوير اناليسز. مالوير اناليسز نوع من انواع الثريت ريسيرش. بس ويكون عندك دايما برضو يكون عندك الداتابيز سكيلز، بحيث ان انت بتقدر تكتب كويري. لان انا مثلا لو عندي داتابيز وعايز اطلع منها مثلا داتا معينه خاصه في اي بي تي جروب معين، فانا بكتب كويري سيلكت كذا فروم كذا وير كذا ايكوال كذا. فان انت يكون عندك برضو داتابيز سكيلز، وان انت يكون عندك اوتوميشن سكيلز زي البايثون مثلا، بحيث ان انت في تاسكس بتبقى محتاج تعملها اوتوميشن. انت مش كل انتليجنس كويري ومش كل انتليجنس كولكشن انت هتعمله بايدك، انت مثلا ممكن لو في اي حاجات معينه كده انت ممكن توتوميتها في البايثون على ما يخلص تكون انت خلصت الحاجات التانية. فبس ده اوفر اول يعني الحاجات اللي طبعا. واهم حاجه الريبورتنج سكيلز، اللي انت ممكن يكون عندك جمعت ريسيرش محترم وجمعت كل الانتليجنس انا محتاجه وسجلتش تحطه لي في ريبورت انا استفيد منه، يبقى كل الانتليجنس اللي انت جمعته ده انا استفدتش منه حاجه. طيب تمام. هل في لابس او حاجه ممكن تحاكي السيناريوهات للاي بي تي اتاكس؟ يعني في ناس كتيرة بتعمل سيناريو زي دي. يعني اقول لك مثلا في مثلا في هاك ذا بوكس، في البرو لابس بتاعتهم عندهم لاب اصلا اسمه اي بي تي لاب، وعندهم برضو الحاجات الادفانسد بتاعتهم اللي هم السايبرنيتكس وراستا، وبرضو في كورسز برضو بتبقى محترمه قوي، اللابات بتاعتها بتبقى زي سيميليشن للموضوع ده زي السي ار تي او بتاع زيرو بوينت سكيورتي، وزي برضو البي تي اكس. بس البي تي اكس دلوقتي ديبريكيتد، يعني ما بقتش موجوده. كانت الشهادة بتاعتها أو الامتحان بتاعها عبارة عن multiple domains، 3 domains، وكل domain أنت المفروض على ما أتذكر كان بنك 3 domains، وأنت في 2 domains مالكش access عليهم، فأنت فيك access على domain واحد بس، فأنت إزاي هتخترق الاتنين التانيين من خلال الدومين اللي معاك ده. فكانت journey حلوة يعني لما كنت بامتحن الامتحان بتاعها. ففي أكتر من
من حاجة يعني انت ممكن تبال بيها، او هم بتبقى بريبيلد جاهزة، او انت ممكن يعني في ريفرنس كتير قوي تقولك ازاي تبلد ABT لاب فور educational purpose، يعني اللي انت تتعلم من عليه. تمام. طيب في بلوجز زي مثلا ريد كناري او ديف اي ار ريبورس ممكن نتابعها بحيث نعرف اخر الابديتس او التكنيكس المتعلقه بالاي بي تي جروبس. اه في كتير. اولا يعني هو مش بلوج بس، اولا هو مايتر اتاك من اكتر الحاجات اللي انت بتقدر بتشير ال تي تي بيز الجديده. اما بالنسبه لبلوجز، في حاجات زي بليبنج كمبيوتر، في سكيورتي افيرز، في دارك ريدنج، في كيربس اون سكيورتي، في سايبر سكوب، في سكيور ليست ممتازه دي بتاعت كاسبرسكي، وفي تالوس بلوج دي برضو ممتازه دي بتاعت سيسكو، وفي زي دي نت. ممكن وفي بلوجز كتيره بس دول اكتر حاجات يعني انا بحبهم وجايين على بالي دلوقتي. تمام. طيب ممكن ترشح بودكاست بيعملوا انترفيوز مع فورمر اي بي تي جروب؟ بص، هو مفيش حد عامل حاجة بالشكل ده غير دارك نت دايرز، وبس على قليل. بس في بقى يعني انت ايه، انت بتدور على مثلا سيت اكترز معينة، وبتدور هتشوف هل في حد انترفيو حد فيهم ولا لا. زي مثلا كان لسه في ريفرنس بلوج تيم يعني اسمه سايبر تيك ويز، كان لسه عامل انترفيو مع جروب من الفايف فاميليز اللي انا قلت لك عليهم. فهي بتبقى بشكل منفرد، يعني انت مش هتلاقي مثلا، مش هتلاقي زياد عامل بودكاست مجمع بقى فيه كل الهاكرز وبيعمل لهم انترفيو والكلام ده. بس في انترفيو حلو قوي، وده موجود على سبوتيفاي وعلى موجود على ابل بودكاست، اسمه هاكينج هيومنز. بيتكلم عن تكنولوجيز كتيرة وعن تكنيكس كتيرة في السايبر سيكيورتي، فده حلو أوي يعني، اسمعه لما تكون فاضي كده. تمام. طيب ازاي الشخص بيتعلم تعلم سايبر سيكيورتي عموما يقلب الجاب ما بينه وما بين الحياة الواقعية او الماركت نفسه؟ ازاي؟ مش هيعمل 3 حاجات، او يعني يفضل يعني ان هو يجتهد في ال3 حاجات دول. اول حاجة ان انت دايما تخرج بره النطاق او بره سكوب الكورس، ان انت ياما انا كنت بعمل انترفيوز لناس كل المعلومات اللي عنده محطوطه في الاطار بتاع اللي هو اتعلمه في الكورس، اللي هو قراه في الكتاب، اللي اتقاله عليه في الفيديوهات. طب ما انا كده، طب ما اروح اختبر الانستراكتور، ما اروح انترفيو الانستراكتور، انا جايبك انت ليه؟ فالناس بتبقى معلوماتها محدوده لدرجة يعني بتبقى بس منوطة بالسكوب بتاع التريننج، which is ان اي حد عامل لك كورس هو ما بيشرح لكش اكتر مثلا من 60% من التوبيك، لو بقيت الناس سيبها لك فور ريسيرش. فانا بقى لما بعمل انترفيو لحد، انا ما اهتمش بال 60% دول، انا بهتم بال 40%، يعني تقلق لي بال 40 ما تجيش بال 60. فليه؟ لان انا يعني انت في الشغل، اولا خلينا نتفق على حاجة، ايا من كان الكورس اللي انت بتذاكره، وهنا انا بتكلم في تراك الاوفنسيف سكيورتي، اي مكان الكورس اللي انت بتذاكره، فهي التكنيكس اغلبها مش هتقدر تطبقها بحذافيرها في الواقع. ليه؟ لان معظم الكورسز ما بتمرنكش على سيكيورتي كنترولز، يعني مش هتدخل لابات هتلاقي فيه مثلا فاير وول، وتحتيه في بروكسي، وتحتيه في لود بالانسر، وتحتيه في واف، وتحتيه في اكس دي ار، وتحتيه في اي دي ار، وتحتيه في انتي فايروس. اغلبها كده مش هتبقى كده. فتيجي تطبق، فلو انت بقى شخص من اللي هم بتوع 60% دول، وجيت انا هنزلك معايا بروجكت، فانت جيت تطبق اللي انت اتعلمته، وش مش هينفع، مش هشتغل. طب انت تعمل ايه بقى ساعتها؟ تتربي بقى، تقعد خلاص بقى انت عطلت كده. فلا، انا عايز بقى بتاع ال 40% اللي هو بياخد المعلومه من الكورس، يروح بقى يحفرك ورا بعضها، يقعد يدور اولها فين واخرها فين، ولو عملنا كده يحصل ايه، لو عملت تكنيك تاني او عملتها بطريقه تانية، انا عايز ده. فانت عشان تقلل الجاب بينك وبين الماركت، قلل الجاب بين الماركت وبين الكورس. فلان كل الناس في الماركت عارفه انت ممكن تذاكر منين، يعني لو انت جاي بتقول لي انا بعرف بنتست ويب، انا عارف ممكن كل الكورسات اللي انت ايه مش عارفها، قصدي يعني انا مذاكرها، بس انا عارف المحتوى. فبدايه الانترفيو بتاعي، بسم الله الرحمن الرحيم، ازيك يا زياد، اول سؤال مش هو ولا كورس انت ذاكرته،
هتعمل ايه بقى. وهنا مش عشان بعجزك، هنا عشان بشوف انت بتريسيرش ولا لا، او بتحاول انا ممكن اسالك سؤال انت في المجال انت ما تعرفوش، وببقى عارف ان ودي مش ساديه مني بقى، اللي انا عايز ألزز بقى فكره ان انت قاعد بقى متوتر قدامي، بس انا عايز اشوف انت بتفكر ازاي. مثلا لو انت اصل انت في لما تيجي تنزل الماركت وتتعامل مع كاستمر، انت ممكن تشوف حاجه انت ما شفتهاش قبل كده. احنا هنا في البنتست او اولموست في البنتست كل بروجكت بنبقى في تكنولوجيا احنا ممكن ما شفناهاش قبل كده. طب هنعمل ايه؟ هنقول للراجل اصل دي مش موجوده في الكورس، اصل دي ما شفناهاش قبل كده فهنكسكلودها من السكوب؟ لا، انتد ان ريسيرش، انت جزء من شغلانتك ريسيرشنج وجزء من شغلانتك اوبريشن اوبريتنج يعني. فانا عايز بقى اللي بيهتم بجزء ريسيرش، مش الطالب ثانويه عامه اللي بيذاكر كورس سايبر سكيورتي ياخد نوتس ورا الانستراكتور ده. فعايز تقلل الماركت، سوري، عايز تقلل الجاب بينك وبين الماركت، قلل الجاب بين الماركت وبين الكورس. تاني حاجه، بلاش سياسه القطيع، بمعنى انا هتخصص ويب بن تيست عشان في 100 واحد متخصصين ويب بن تيست، انا هتخصص تراك كذا عشان شغال فيه ناس كتير، عشان هو ده اللي فيه الشغل، عشان هو ده اللي بيشغل بسرعه، عشان هو ده اللي شركاته اكتر. طب ما زي ما انت فكرت في 7000 واحد غيرك فكر، فيوم لما انا كشركه هفتح انترفيو هلاقي 7000 دول مقدمين. بس لو انت بايونير في حاجه لوحدك بقى، واخد حاجه بقى لوحدك كده ومتفوق فيها، يوم لما افتح انترفيو مفيش حد هيكومبيت معاك، هتيجي تحط رجل على رجل وهتطلب الرقم اللي انت عايزه، وانا مجبر ان انا اقبل بالرقم ده لان مفيش غيرك. فانت ضمنت تميزك وانفرادك في حته محدش بينافسك فيه. مش معنى كده ان انا بقول الويب وحش او هنفضل طول عمرنا عندنا ويب ابلكيشن، هنفضل طول عمرنا عندنا موبايل ونتورك وكلاود، بس انا بشوف ناس بتتخصص بالسيستم القطيع. انا همشي مع الناس دي عشان شكل شغلهم جالب يعني. وده اللي ابدا ان احنا بقى عندنا في الكوميونتي في الوطن العربي عموما جابس في او شورتج في مجالات كتير. ليه؟ عشان كل الناس بتروح لمجالات تانية، وبقى عندي اوفرلود في المجالات التانية دي. يعني بدل ما كان عندي زمان واحد بنتستر بقى عندي دلوقتي 200، بدل ما كان عندي واحد دلوقتي بتاع سورس كود ريفيو عندي دلوقتي 200. فانا دلوقتي كشركات هو انا هحتاج قد ايه، هحتاج كام كل قد ايه؟ فتيجي مثلا تلاقي كل شركه، يعني مثلا يعني مصر لو هنقول فيها مثلا 10 شركات سيكيورتي، او طبعا الرقم اعلى من كده بس انا افترض معك مثال، وكل شركه من دول هتعين تيم فيه 20 واحد، ده لو شركه كبيره بقى ضخمه وليها بزنس كبير. طيب 20 في 10 ب 200 بني ادم. طيب انا بقى عندي كام واحد متخصص سايبر سيكيورتي في البلد؟ ملايين. طيب لما ال 200 دول يتعينوا، هل الشركات بتاعتهم محتاجه ناس تانية؟ فين وفين على ما تهاير، وهتهاير بعد كده ايه؟ واحد اتنين؟ مش هتبتدي تهاير تاني بارقام الا لما الناس دي تمشي. طب هي الناس دي هتمشي بعد قد ايه؟ وانت هتكون فين بعد الناس دي ما تمشي؟ فالماركت عمال بيتخنق كل شويه اكتر واكتر، الفرص عماله بتقل اكتر واكتر بسبب سياسه القطيع. فده بيخلي ان الشركات ساعات بتبقى عايزه تفتح سيرفيسز جديده بس مش لاقي حد يشتغلها، محدش بيفهم في الحته دي، محدش بيعرف التكنولوجي دي، فرغم ان السوق محتاج لها بس ما. فبنضطر نعمل ايه بقى؟ نجيب شركات من بره. طب ما احنا اول، طب ما انت لو ذكرت الحته دي مش شركات بره دي هتاخدك، فالموضوع مش منفعه. انا مش بقول لك ضحي حياتك عشان خاطر مصر، انا بقول لك هو ده اللي بيفتح لك مجالات جديده، سوق جديد. فعشان كده قلل الجاب بينك، قلل الجاب بين الكورس وبين الماركت، وما تتخصصش في حاجه الا لو انت فعلا عارف ان ده هو ده دماغك، هو دي حاجه اللي انت هتبدع وتتفوق فيها، مش اللي انت هتبقى زيك زي 30,000 واحد شغال فيها. فتالت حاجه بقى وده الاهم، ازاي تقلل الجاب بينك وبين الماركت، ان انت تعرف المعلومه بزياده. بمعنى ايه؟ اوقات كتير كنت بعمل انترفيوز لناس يجوا معايا في التيم، عارف يا زياد مثلا عارف ويب اند تيست؟ اه عارف. حلو، اسال يعني؟ اسال. احكي في سيناريو، يحكي، اقول له طب لو انت قابلت واحد اتنين تلاته مثلا، مش هقول لك هتعمل ايه، هنفكر فيها ازاي.
الاقيه قال لي كلمتين وسكت. ليه؟ انت عارف المعلومة من بره، من فوق، من على السطح كده. انت اقول لك لو جيت مثلا، انت واخد على ان في تكنيك كل ما بتعمله بيجيب معاك. ماذا لو ان انا حطيت لك سكيورتي كنترول بيمنع مثلا الاكسبلويت اللي انت بتكتبها دي، فوقفها مش هتشتغل. انت داخل عامل حسابك ان هي دي اللي هتشتغل، وهي لو من غير سكيورتي كنترول ده هتشتغل، بس انا جيت حطيت لك السكيورتي كنترول ده، انت هتعمل ايه؟ تقعد تستك كده في دماغك، اشوف غيرها، شوف غيرها ليه؟ طب انا بقول لك من غير سكيورتي كنترول ده هتشتغل، فيبقى تفكر ازاي تبايبوس السكيورتي كنترول ده. طب ماشي، هتبايبوس ازاي بقى؟ هتفكر فيه ازاي؟ هشوف اي ريفرنس من على النت. طب هما الناس اللي كتبوا الريفرنس ده فكروا فيه ازاي؟ ما كانش فيه ريفرنس قبلها، فهم فكروا فيه ازاي؟ فهي الشطاره في ان انت الاول تحاول قبل ما تدور. يعني كل الناس دلوقتي بقى تديها اي تشالنج يجوجل على طول، يسال شات جي بي تي، يعمل اي حاجه ان هو عايز يجيب خبرات ناس تانية. ده مش وحش، ده يعني كلنا بنعمل كده، بس ما يبقاش ده اوبشن رقم واحد. عارف زي فكره ايه؟ ان انت حطيت لطالب مساله حسابيه بسيطه، اول حاجه فكرها ايه؟ 2 زائد 2 كام؟ راح مطلع كالكوليتر. طب ماذا لو بقى ان انا حطيت قدامك سيناريو ما حدش قبله قبل كده، سيناريو جديد او سيناريو كاستمايزد قوي 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 على المكان اللي انا فيه، فمش هتلاقي له ريفرنس قبل كده. ويا ما بندور على جوجل وما بنلاقيش حاجه، انت هتعمل ايه؟ هتستك بقى ولا هتعتبره مش موجود؟ في ناس كتير بقى اللي هو ايه، انا ما عرفتش احلها يبقى انا هعتبرها مش موجوده. طب ما هي يا ابني انت ما عرفتش تخترقها، هيجي هاكر هو اللي هيخترقها، فيبقى يا فرحتي انا جايبك انت ليه؟ فالمفروض اللي انت ايه دايما تعرف المعلومه ان دبس قدر المستطاع، عشان تبقى معلوماتك بناء على خبره مش بناء على مذاكره ولا مذاكره بس. يعني المذاكره مهمه بس ما تبقاش بس، ما ينفعش تبقى لوحدها. فليه؟ لان انا لو ذاكرت، عارف في الجامعه لما انت تبقى مذاكر للدكتور قاله، فتلاقي نفسك جبت جيد جدا، يا دكتور انا ما جبتش امتياز، ذاكرت اللي انا قلته. انا بقى حاطط سؤال الامتياز ده للي بيفكر في الحاجه اللي انا ما قلتهاش. فلو ذاكرت اللي انا قلته بس فانت جيد جدا، بس مش هتتميز الا لو انت متميز. اللي بيجيب مش قصدي على نظام التعليم في الجامعات المصريه، بس الامتياز هو انك تخرج عن اللي اتقالك وتزود عليه. لو قلت اللي اتقالك بالظبط فانت كده كويس قوي بس مش ممتاز. هي دي الفكره. لما بدخل انترفيوز كتير وبكلم ناس كتير، انا في ناس كنت بانترفيوها في السي في بتاعها، يعني انا مطلع البوينت، السؤال اللي انا سالته لها جاي من السي في بتاعك مش جاي من عندي. انت قايل مثلا انا ذاكرت اكس او انا عارف اكس، فانا بسالك في اكس دي، بس سالتك في اكس وحته انت ما عرفتش تجاوب. فهو ده، لو انت عايز تقلل الجاب بينك وبين الماركت اشتغل على اللي الماركت ما بيقوله لكش. نصيحتك ايه للشباب في السيكيورتي عموما، وهل في حاجه تنصحهم يركزوا عليها او طريق يبعدوا عنه؟ بص، انا لو هختار ابعد حد عن حاجه، فانا هختار ابعده عن حاجه مش هقول اقل من ان كلنا بنقع فيها، هي المقارنه. اسوأ حاجه بتدمر نفسيه البني ادم هي المقارنه، خصوصا لو بيقارن نفسه بحد نظريا اقل منه، اقل منه في الخبره، اقل منه في العمر، اقل منه في الامكانيات. فانا مثلا دلوقتي عندي 29 سنه، فجيت لقيت زياد عنده مثلا 2 3 4 25 سنه، بس زياد اشتغل في شركه احسن مني، احسن من اللي انا شغال فيه. وزياد ده زي ما بيقولوا، زعلش مني احنا صحاب، بس يقولوا يعني ابن امبارح، يعني اللي هو ايه، مش قديم زي لو ابن امبارح دي ضايقك. انا مش قصدي بيها حاجه والله وحشه، بس انا بس بحاول اوصل لك حاجه انا الناس بتحطها في مجان. لو يا عم ده ابن امبارح، يعني ده ما ليه يشتغل في شركه احسن مني؟ عمل ايه اكتر مني؟ عنده ايه اكتر مني؟ معلوماته ازاي؟ ده انا وقعدت معاه، انا معلوماتي اكتر مني، ده هو اللي بيتعلم مني، ده انا ممكن انا اكون معلمه السايبر سكيورتي ويشتغل احسن مني وعمل اتشيفمنت احسن مني، ممكن يكون بيقبض احسن مني، ممكن مش عارف ايه. دي بقى بتسحل البني ادم، بقى بتاخدك في دماغك كده وتروح في حته بعيده انت مش هترجع منها تاني.
ليه اللي هي حتة اللي هو إيه، إنكار السيلف أتشيفنز، إنكار الإنجازات اللي أنت عملتها لنفسك. ما أنا يعني هتدخل امتحانات وتاخد سيرتيفيكتس، ما فلان أقل منك أو شغال في شركة أحسن منك، أنت بتعمل ليه كده؟ ما خلاص يا باشا، ما مش بتاعتك، مش جاي معاك. فأنت بتبتدي تدخل في حتة، أي إنجاز في الدنيا أنت بتعمله مهما كان كبير أو صغير مش هيفرحك. ليه؟ لأن دايما عارف اللي هو إيه، انا جبت 90%، ابن خالتك جاب 91، فخالتك ذات نفسها جابت 92، فاللي هو فبتدخل في بتدخل في مرحله ان هو ايه، ما هو ما فيش اتشيفمنت. ليه؟ لان في حد عمل حاجه احسن، فانا ما عملتش الحاجه الاحسن دي. ف انا اشتغلت في الانتربول، ابن خالتك اشتغل في اليوروبول عادي جدا. فالمقارنه ما بتخلصش، وبتبقى دوامة، بتبقى دوامة بتسحب صاحبها. ما هو انت لما ما هو احنا ليه بنعمل achievements اصلا؟ عشان نحس بطعمها. فانت لما ما بتبقاش تحس بطعم achievement مش هتعمله، هتعمله ليه؟ وفي حد بيذاكر وهو عارف ان هو كده كده. اقول لك الحاجة، فاكر ان احنا ما كنا في الثانوية العامة ما بنذاكرش المواد اللي هي مش داخلة قدام المجموع؟ هي دي ليه؟ عشان انا يا عم قفلتها، ما جابتليش achievement. زي فرقة مثلا بتلعب ماتش ودي، مش هيجيب لي كاس، مش هيجيب لي الدوري. فهي دي نفس فكرة الاتشيفمنت. يا عم انا هذاكر ليه؟ معنى كده كده ايه، مفيش اتشيفمنت هيحصل. يا ابني انت لسه واخد شهادة كبيرة، افرح شوية. انا واخد شهادة كبيرة اصغر مني، هو واخد شهادتين. فبتبقى دوامة دوامة، وكل الناس بتقع فيها، انا واحد من الناس كنت بقع فيها. فبس لحد ما عرفت ان هي ما بتخلصش، لحد ما عرفت ان هي فعلا ضيعت وقت حبة حلوين كده من حياتي في الناسنج يعني، فما استفدتش اي حاجه. ف المقارنه لما تكون حلوه، هي المقارنه اللي ايه، لو انا لقيت زياده اشتغل في شركه حلوه، اشتغل على نفسي عشان اشتغل لأنا كمان في شركه حلوه. دي المقارنه اللي بتبقى ايه، الهيلثي كومباريزون. انما ان انا اقارن وابغض بقى الوضع اللي انا فيه، ايه اللي بقى القرف اللي انا فيه ده، وايه اللي مش عارف ايه ده، ساعتها سحبك في دوامه. والشخص اللي انت بتقارن بيه هو مش حاطك في دماغه اصلا، هو بينجح في حياته وبيتقدم هو الاخر. فدي بيبقى ليها ايه، مدلول ديني برضه او مرجعيه دينيه، اللي هو ايه، الرضا. ف ما زي ما انت شايف ان زياد شغال في شركه احسن منه، ابراهيم شايفك ان انت شغال في شركه احسن منه، فابراهيم بيقارن نفسه بيك. فانت عمرك ما هتبقى في القاع يعني، عمرك ما هتبقى حالك اوحش من اي حد يعني، دايما في الاوحش ودايما في الاحسن. فانت دايما ركز في نفسك، ومالكش دعوه بقى مين عمل ايه، اكبر منك بقى، اصغر منك بقى، انت اللي معلمه يا عم، مش انت اللي معلمه، مش بتاعتك، رزق بتاع ربنا. ممكن زياد ده، ممكن يا عم بلاش زياد، ممكن اكس يكون شغال في شركه احسن منك بس بيته خربان، عنده مشاكل في البيت، انت على الاقل بيتك مستقر. ممكن يكون شغال احسن منك بس عنده مشاكل صحيه، ممكن يكون شغال احسن منك بيقبض احسن منك، بس هو ذات نفسه بيقول عن ربنا مثلا، ولا فاسد، ولا ساعتها ينفع فيه. ما هي مش دايما معانا، كلها اسئله متر في متر. فهي دي الفكره، كونسبت المقارنه، خصوصا ان احنا دلوقتي بقينا في زمن الاتشيفمنت فيه سهله، وان انت سهل ان انت تعمل شو بالاتشيفمنت بتاعتك. فانت ادخل على لينكد ان، يعني انت لو نفسيتك مش سالكه هتقطع شرايينك من اول سكرول في لينكد ان. اللي اشتغل في ناسا، واللي اشتغل في جوجل، واللي اشتغل في فيسبوك، واللي اشتغل يعني سواق عند مارك في البيت، وانت فين؟ انت ما بتعملش اي حاجه في حياتك، قاعد على القهوه. ممكن تكون بتسكرول على لينكد ان وانت قاعد على القهوه اصلا. فتحس اللي هو ايه، ده احنا بعاد قوي يا لطيف. فده بقى ايه، يدمر لك كل حاجه انت كنت بتخطط ان انت بتعملها. فالمقارنه، او بلاش المقارنه، كلمه لذيذه، عدم الرضا يعني، ده المرجع، ده الاساس بقى. عدم الرضا هو اساس خراب اي، لان الاتشيفمنت اللي انت بتحققه مش محققه عشان انت جامد، عشان ده رزقك من عند ربنا. فمعنى سخطك على اتشيفمنت فهو سخط، او عدم رضا بنعمه ربنا او برزق ربنا. فيقوم ربنا هيعمل ايه، ابسط حاجه يسحبها منك. فدي حاجه بتدمر يعني. انا بشوف ناس هي فعلا شاطره وفعلا يجي منها، واللي هو ايه، دماغه لا فيها حاجه، يطلع منها حاجه حلوه، بس هو ساحل نفسه بقى في فكره مين عمل ايه،
مين معايا؟ انا في حد كان عندي في التيم، الواد ده كان صغير بس كان شاطر 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 شاطر، وانا نادرا ما اقول على حد شاطر، مش غرور بس الايفالويشن عندي صعب، انا عيني في شويه. فبس الواد ده كان شاطر شاطر، اتفقت معاه اتفاق ضمني كده ان هو لمده 6 شهور يمسح لينكد ان من الاكونت بتاع من سوري من الموبايل بتاعه. وقلت له انا مش عارف امسكك من ايدك، يعني ما انت ممكن تنزله من غير انا معرض موبايلك وانا عايش معاك في البيت، بس قلت له ده اتفاق ضمني، وشوف يا عم التغيير اللي هيحصل في حياتي. بس لينكد ان ده مش سوشيال ميديا، لينكد ان عباره عن معرض كل الناس بتعرض فيه انجازات، فانت لو في الفتره دي ما عندكش انجازات ما تبصش على انجازات غيرك. النفس البشريه اماره بالسوء، فغصب عنك انت ايه، لو فرحت الواحد فانت لو فرحت له عشان صاحبك، بس في نفس الوقت جوه كده اللي هو إيه، انت لو هو شغال معاك في نفس الفيلد يعني، وهو خد حاجه عنك، انت في حته صغيره بقى كل واحد ونفسه بقى، في السالك في اللي مش سالك يعني، بس حته معينه كده مش معنى انا ليه انا مش، وبص بقى على الكومنتس والشير والسليبريشن ومش عارف ايه، فتتضايق. فطول ما انت ما عندكش اتشيفمنت دلوقتي تحطه على اللوحه ما تخشش تبص عليه وحده. لينكد ان يعني سيبه للمسجز، تفتحش التايمر. فلينكد ان مش فيسبوك، فيسبوك الناس تقعد بقى تدخل بقى تهرتل عليه اخبار وكومنتات وفيديوز وميمز والحاجات دي. لينكد ان بروفيشنال جدا، يا داخل تدور على وظيفه يا داخل تعرض انجازك، ملوش استخدام تالت. فلو ما عندكش انجازات دلوقتي او ما تفكرش تمشي دلوقتي، خشش لينكد ان. الحاجه اللي انا اقول لهم يركزوا عليها هي المجالات الجديده في السايبر سيكيورتي، عندنا كميه مجالات بشعه وخلاص بقى، عارف زمن بقى قديم اللي هو يا عم ده احنا مصر بقى بلد ورقيه ومجمع فف الدور الثالث ومجمع التحليل، كان الكلام ده مش موجود. ايه في مصر ما حصلوش دلوقتي؟ ديجيتال ترانسفورميشن، كل حاجه دلوقتي بقى في مصر بقت ديجيتال ترانسفورميشن ولسه بتحصل. فده بيفتح مجالات جديده وكتيره في السايبر سيكيورتي، ايا ما كان بقى مسماها بقى، الاوفنسيف سيكيورتي، الديفنسيف سيكيورتي، ايا ما كان. انت ما انت لو راجل شغال في البين تيست فانت مقرر الاوفنسيف، بس الاوفنسيف مش بين تيست وبس، الاوفنسيف مش باج هانتنج وبس، الاوفنسيف مش ريفرس وبس او مال ويب ديفلوبمنت وبس. فنفس الكلام في في الديفنسيف، ما هو مش سوك وبس ومش امبلمنتيشن وبس. فبتطلع مجالات جديده كل يوم، وانت يعني انا عايز اقول لك انت لو بصيت، بس مش هقول لك على المجالات، على المسميات الوظيفيه، الجوب تايتلز في الشركات الاجنبيه، انت ممكن تلاقي جوب تايتلز ما دخلتش مصر اصلا، يعني وظيفه من بابها بقى ما دخلتش مصر. ليه؟ عشان ما حدش يهتم بالفيلد ده، فبالتالي ما حدش يشتغل في الفيلد ده، فبالتالي ما فيش شركه فتحت. اصل انا لو صاحب شركه وعايز اهتم مثلا بمجال الطاقه المغناطيسيه وما فيش حد في مصر شغال فيها، افتح شركه في مصر ليه؟ افتح في البلد اللي فيها ناس شغاله فيه. نفس الكلام في السايبر سيكيورتي، وده اللي حاول بعض يعني ممكن حد ياخد الكلمه دي اساسا انها اوفنسيف، بس الغرض منها مش اوفنسيف، بس حاول الشركات في مصر اللي هي بتقدم سايبر سيكيورتي سيرفيس بروفايدر ان هي تبقى تقليديه. انت بتقدم اللي كل الناس بتقدمه، تعمله بين تيست اللي كل الناس بتعمله، تقدم السيرفيس اللي كل الناس بتقدمه. دي ده الغرض اللي احنا بنقع فيه. ليه احنا ده؟ عشان احنا كنا من 60% اللي التزموا باللي اتقال في الكورس، اتقال في الكورس اللي هو how to start a cyber security company، تقدم سيرفيس 1 2 3، تعمل 1 2 3. طبعا الا من رحم ربي، انا بكره التعميم، انا ما بعممش، ما بقولش ان 100% الشركات بتعمل كده، بس اغلب الشركات بتعمل كده. وكل واحد شغال في شركه لو هيسمع البودكاست ده هيبقى عارف انا هل انا اللي انا بقوله ده صح ولا غلط. فتيجي بقى تسمع عن تطلع بره وتسمع عن السايبر سيكيورتي سيرفيسز اللي بتقدم، تلاقي سيرفيس من بابها بتقدمش في مصر، من بابها كان على الابيض كده بتقدمش في مصر. ليه؟ مفيش كابابيلتيز. اللي يضايقك اكتر ايه بقى؟ لما تطلع بره وتلاقي السيرفيس اللي ما بتقدمش في مصر بيقدمها بره مصريين، اتعلموا وما لاقيش شركات بتقدم البيزنس ده في البلد. فده ليه؟ دي على فكره مش عيب بلد خالص، البلد من هزم بس هقول لك يا عم، البلد مش بلد من هزم، هو مش انت البلد يعني، هو هي البلد اللي هتتعلم سايبر سيكيورتي ولا انت اللي هتتعلم سايبر سيكيورتي. ف اقول لك على حاجه، كم واحد في مصر شغال
او بيفهم ويب 3 بلوك تشين وسمارت كونتراكت وحاجات زي كده على صوابع الايد الواحده. كم واحد في مصر قال او تي او اي سي اس وسكادا سيستم وبي ال سي والاتش ام اي والحاجات اللي زي دي، كل ده طبعا منظور السايبر سكيورتي على صوابع الايد الواحده، حاجات كتيره زي كده يعني. ف لان ليه بقى؟ لان يعني انت لو دخلت الويب او بلاش ويب عشان الناس ما تتكلمش انا بفنس على الويب، يعني لو انت دخلت مجال من المجالات اللي فيه ناس كتيره اللي انت فرحان بوجود ناس كتيره فيه، طب ما هو مع الوقت هيختفي هيتبخر. ليه؟ الناس مش هتحتاجه، الفرص فيها تبقى شبه معدومه. ليه؟ بس انا دلوقتي كشركه لو بس طلعت راسي من الشباك كده قلت انا عايز بنت تستر، هتلاقي مثلا ايه 70 واحد بيخبطوا على الباب دلوقتي، لو استنيت شويه هلاقيهم من 70 دول بقوا 70,000. فخلاص ايه الفرصه بقى اللي انا ممكن اختارك انت من وسط 70,000؟ واحد على 70,000. فانما دلوقتي لو طلعت دلوقتي راسي من الشباك قلت انا عندي فرصه ويب 3 سكيورتي، هلاقي اللي عندي على الباب 2 3، ساعتها بقى اقدر اختار ما بينهم بجد، وكلهم فرصهم متساوي. فده على سبيل المثال، يعني مش قصدي على الويب 3 وبس، انا اي مجال تاني يعني. فعشان كده ممكن دي اكتر حاجه ممكن انصح بيها اي حد ممكن لسه بيبتدي. تمام، شكرا جدا لحضرتك باشمهندس، شكرا. من قلب التقنيه نبثت الابداع، بودكاست طريقك الى عالم التطور.